فطلع نشوف مع بعض لو ناوي تعمل فريلانس ايه المفروض، ايه الخطوات اللي هتعملها. بص معايا، طبعا انت هتجيب كمبيوترات وتوصلها على سويتش، كمبيوترات كابل ستريت توصلها على سويتشات، والسويتشات هتوصلها على بعض ازاي؟ بنوصل السويتشات على سويتش اسمه الكور. هما السويتشات دي اسمها ايه؟ السويتش بيسموها اكسس. فهنجيب السويتشات الاكسس هنوصلها على سويتش الكور. اول اجراء بتبدا انك انت بتبدا تحدد السويتش نوع البورد بتاعتك. فين الكلام اللي انا هقوله النهارده؟ بص الكلام اللي انا هقوله النهارده هتلاقيه صفحه اساسيه في النص، حلو، اللي هي فيها كل الكونفجريشن، وهناخد حاجات من اللي قبليها وحاجات من اللي بعديها. يعني هتلاقي في صفحه مليانه كونفجريشن في اخر المحاضره اللي فاتت، محاضره الجيلانس، في صفحه كده مكتوب عليها في الاول جيلان كونفجريشن، كونفجرين جيلانس، لو حد معاه رقمها 30 30 ودي مش رقمها اصلا، ده راح يتحدى معايا ورقه مترقمه. ف كونفيجر في الجيلانس دي بس احنا ستارز فتحت. طيب فتعالوا نشوف مع بعض. يلا باشا يلا باشا كبير ما اقدرش يا باشا. طيب فتعالوا نشوف معلش تاني خطوه. يلا رجع تاني معلش معايا. بص حاول معلش عشان خاطر ما توصلش زمايلك انك انت ما تسالش في النص. هنعمل ايه؟ اول خطواتنا انك انت هتبدا تحدد انواع بوردات السويتش. دي اول ستيب بالنسبه لك في الشغل. يعني انواع بوردات السويتش؟ بص هو السويتش اصلا عنده نوعين من البوردات. سويتش بورد تايبس. طيب ايه هو اول نوع؟ اول نوع من بوردات السويتش انك تخلي البورد بتاع السويتش اسمها اكسس. زي ما هنيجي نعمل الكلام ده فين؟ زي ما نيجي نعمل الكلام ده للبورد هنخليها اكسس. البوردات بتاعت السويتش اللي اسمه اكسس سويتش الواصلة على الكمبيوترات بنسميها اكسس بورد. اكسس 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 مهم بالنسبة لنا. كل البوردات اللي على السويتش اللي واصلة على الكمبيوتر اسمها اكسس. خلي بالك دي انواع بوردات السويتش مش انواع بوردات الكمبيوتر. انواع بوردات السويتش اسمها اكسس. يعني ايه اكسس؟ اكسس معناها ان البورد ممبر ان اونلي وان فيلان. البورد شغاله مع فيلانايه واحده بس. مظبوط يا باشا. فالبورد اللي هي ممبر ان اونلي وان فيلان تستحق ان هي تكون بورد كونكتد. تستحق ان هي تكون بورد كونكتد تو بي سي. يعني البورد اللي واصله على بي سي احنا فعلا المفروض نعمل لها كونفجريشن معناها ان في اكسس فبتبقى في وان فيلان. خلي بالك الموضوع انا كاني تقريبا ببدا حدوته سويتشنج من الاول. يعني ببدا حدوته سويتشنج خطوات ثانيه من الاول. يعني الناس اللي معلش ما كانتش حاضره او ما كانتش مركزه اعتبر نفسك بدايه جديده. احنا بيبقى عندنا شبكه بنعمل فيها ايه؟ نبدا الاول نقول البورد اللي واصله على سويتش وما بين السويتش والبي سي ان انت هتبقى اكسس. طيب وازاي اخلي البورد اكسس باي كونفجريشن؟ الكونفجريشن الكومن ده خش على الكونفجريشن ونخش على الانترفيس اللي احنا عايزين نخليها اكسس وروح قايله كده سويتش بورد مود اكسس. خلي بالك بص هو بيبدا بكلمه سويتش بورد مقصود بيها ان دي فعلا انواع بورد السويتش مش بورتات الراوتر. يعني مفيش في الراوتر حاجه اسمها بورد اكسس وبورد ترانك. الراوتر فيه بقى نيك ويك، يعني في حاجه ثانيه نيك ويك. اما سويتش هو اللي بيبقى فيه بورتات نوع مثلا اكسس. طب ماشي اكيد في نوع ثاني. طب هو في نوع اولاني؟ اه طبعا في نوع ثاني انك انت ممكن تخلي البورد بتاعت السويتش بدل ما هي اكسس تخلي البورد السويتش تكون حاجه اسمها ترانك. وهي بوردات السويتش دايما نوع من الاثنين. ايه البورد ترانك؟ البورد ترانك هي بورد ممبر ان اول فيلانز باي ديفولت. يعني ايه باي ديفولت؟ يعني مجرد ما تقول بورد انت ترانك هتتعامل البورد دي مع كل الفيلانز. يعني مثلا ايه هي البوردات اللي المفروض تتعامل مع كل الفيلانز؟ تعالى نفكر مع بعض. مثلا لو عايزين نخلي الاجهزه اللي معلم عليها باللون الاخضر باللون الاخضر في فيلان 1. مش عارف ان اللون مش باين في الضلمه بس اكبر الخط شويه عشان خاطر بس نحتاج الوان. فاللي بالاخضر في فيلان 1. يعني ده كمان في فيلان كام؟ 1. يعني ده كمان في فيلان كام؟ 1. يعني ده كمان في فيلان كام؟ 1. ويعني ده كمان في فيلان كام؟ 1. طيب وال باللون الاحمر عايزين نخليهم في فيلان 2. فيلان 2 فيلان 2 فيلان 2 فيلان 2. يعني كده انا عندي حاجه اسمها فيلان 2.
معلش اللي مش حاضر معانا ما يعرفش يعني ايه فيلان. احنا بنمسك اللان بالكلام اللي انا هقوله لك بنقسمها لسب لانز اسمها فيلان. الفايده لما نمسك اللان نقسمها ده بيساعد ان الشبكه ما يحصلش فيها كونجشن. يعني لما تبقى الشبكه كبيره قوي بيبقى فيها كونجشن كبير، فلما نقسمها لحاجه اسمها الفيلانز سب لانز الكونجشن ده بيقل. ريكومنديشن انك انت تبقى تقسم امتى؟ لما عدد الاجهزه بتاعتك في اللان تزيد عن 100 تو 200 اكتف. يعني لو عندك 300 جهاز بس ما بيبقوش 100 اكتف منهم مش هتفرق معاك. ممكن يبقى عندك 1000 جهاز تسيبهم في فيلان واحده عشان خاطر مش كلهم بيبقوا اكتف. المهم لو وصل عدد الاكتف من 100 ل 200 فكده انت في دايره الخطر، ودايره الخطر معناها انك انت هتحس بكونجشن. فيفضل انك انت تقسم بلانز. مفعول مفعول السحر. مفعول السحر ازاي؟ لو شبكتك كبيره ومش مقسمه بلانز كل الناس اللي في الشبكه دايما حاسين ان كل اللي بيعملوا حاجه الدنيا بطيئه. لما تقسم بلانز يعني تعمل انا بس هعمل ده تلاقي الشبكه الناس كل ما تيجي تعمل حاجه على الشبكه الدنيا سريعه جدا مقارنه بقبل كده. طيب وعلي عشان اقسم بلانز اول خطوه هنبدا من ايه البورتات الاكسس اللي هي واصله على فيلان واحده على بي سي. وايه بقى البورتات الترنك؟ ايه هي الترنك؟ البورت اللي ممكن تكاري ميني فيلانز زي مين؟ احنا بالنسبه لنا ما بين سويتش وسويتش المفروض الداتا بتاعت اي فيلان هتعدي ما بين السويتش ده والسويتش ده. كل فيلانز يعني فيلان 1 هيعدي لازم كده وفيلان 2 هيعدي كده اقل حاجه عشان خاطر فيلان 1 تكاري فيلان 1 اللي في السويتش الثاني او فيلان 1 عشان تطلع بره الشبكه برضه فيلان 2 عشان تكاري فيلان 1 في السويتش الثاني او فيلان 2 تطلع بره الشبكه. فطبيعي هنحتاج ان فيلان 1 او فيلان 2 يعدوا ما بين سويتش وسويتش. ساعتها البورت اللي ما بين سويتش وسويتش دي تنفع تبقى ايه؟ ما ينفعش تبقى اسمها اكسس. اكسس يعني هتشيل فيلانيه واحده بس. امال بنسميها ايه ساعتها؟ امال ايه؟ لا هنسميها ترنك. ما هي البورت ترنك؟ بورت ترنك كلمه ترنك ترجمتها بالعربي مجمعه. بورت مجمعه لجميع انواع الفيلانز. احنا نقدر نختار ارقام فيلانز من كام لكام؟ احنا نقدر نختار ارقام فيلانز من صفر ل 4095 مع العلم بس ان الصفر ريزيرف فور فيتشر وال 4095 ريزيرف برضه فور فيتشر. يبقى معلش احنا عندنا كده الجلانز ممكن نكونفيجر من كام لكام؟ افيلبل من 1 ل 4094 دول اليوزبل جلانز اليوزبل اللي اقدر استخدمها. طيب انا بقى عايز الانترفيس اللي هي ما بين سويتش وسويتش او سويتش وراوتر تبقى ترنك. ترنك ترنك يعني ترنك تقدر تتعامل مع كل فيلانز. خلي بالك ترنك ده انواع بورت على سويتش مش بورت على راوتر. تاني البورت اللي على الراوتر دي ما اسمهاش ترنك، يعني مفيش حتى اي امر في الكوماندات بتاعت الراوتر في كلمه ترنك. كل الكوماندات بتاعت اكسس وترنك هتبدا بكلمه سويتش بورت. يعني ده اكيد الكلام ده فور سويتشز نوت فور راوتر. فالبورت ترنك بتبقى ممبر اول فيلانز. واحنا امتى نبقى نخلي البورت ترنك؟ يعني امتى كونفيجر البورت تبقى ترنك؟ لما تبقى البورت كونكتد بتوين سويتش وسويتش صح؟ سويتش مع راوتر. طبعا بورت السويتش هي اللي بتبقى ترنك مش بورت الراوتر. بورت الراوتر بتبقى بورت لير 3 تاخد اي بي تقسم سب انترفيس بس ما تبقاش اسمها ترنك. طب ازاي كونفيجر الانترفيس انها تبقى ترنك؟ كوماند بسيط جدا يعني كده تيجي تروح قايل له سويتش بورت مود ترنك. الكلام ده انت عارفه او اللي حاضر يعني الماب اللي فات او المره اللي قبليها يعني اكيد عارف ده على الكلام ده. ايه الجديد اللي هنا؟ جديد في المحاضره النهارده زي ما بقول لك النهارده ما فيهاش كلام جديد غير بس ايه افكار اخترعتها سيسكو او شركات غيرها للتيسير عليك في الكونفجريشن. ايه؟ الكونفجريشن صعبه؟ هي سهله بس كتيره. كتيره ازاي؟ لما تبقى عندك شبكه فيها 100 سويتش والسويتش الواحد فيه 50 بورت تقدر انك تيجي على بورت بورت تقول لها انتي اكسس او انتي ترنك. هم هتحتاج تكتب كام كوماند ما بين كلمه اكسس وما بين كلمه ترنك؟ 5000 كوماند. ليه 5000 كوماند؟ ما هو كل بورت من ال 50 محتاجين تقول لها يا اكسس يا ترنك. اضرب الكلام ده في سويتش محتاج تكتب 5000 كوماند. الكلام ده ما فيهوش خبره. خبره ايه؟ انت بعد ما تكتب اول كوماندين انت خلاص خدت الخبره. محمود تعرف تفتح الباب عشان يعمل طيارات؟ بس في سنه ولا مفيش على الارض كده تبقى بتاع سوري. وارد جاي تخلي بورت ترنك تخلي ده اكسس، جاي تخلي بورت اكسس بالغلط بقى ترنك. يعني ممكن تلاقي الارقام ساعات ايه يعني انت وارد. يعني مثلا البورت دي مثلا بورت رقم 50 عايزها ترنك، وهنا بقى في السويتش ده طلعت البورت اللي هي 24 هي اللي هتبقى ترنك. نفسك بس ايه متاهه ووجع دماغ عشان كده. سيسكو كانت اول شركه تفكر في الحل ده.
الحقيقه ومحدش غيره فكر في الحل ده كمان بعد كده. فكرت في ايه؟ قالت احنا عايزين نريح اللي بيشتري سوت شكلنا. طبعا سيبك من كلمه اريح، هي كلمه ايه؟ احسسه ان هو يعني مبسوط عشان يشتري حاجات. يعني في الاخر اللي بيفكروا في الافكار دي الريسيرش والديفلوبمنت تيم بتاع الشركه. الار ان دي تيم بيقبض مرتبات، وهدفه ايه من المرتبات دي؟ يعني بيقبض مرتب ليه؟ عشان خاطر يخترع اختراعات جديده تخلي اداء سويتشات احسن، فتخلي الناس تقدر يعني تقول السويتش ده كويس اشتري. المهم عشان يجمعوا يعني بتوع الار ان دي مرتباتهم جم فكروا في فكره، قالوا طب ما تيجي نعمل بروتوكول بحيث اول ما توصل الكابل بتاع الكمبيوتر ولا كابل سويتش ولا كابل راوتر هو لوحده يخلي لك البورت ترانك او اكسس على حسب هي واصله لمين. يعني هم فكروا في اختراع بروتوكول اسمه دي تي بي، اختصار لدايناميك ترانك بروتوكول. يكون البروتوكول ده باي ديفولت هو اللي شغال على سويتش. البروتوكول ده سيسكو سويتشز وبس، سويتشات سيسكو بس، يعني ما بيشتغلش على اي سويتشات تانية غير سيسكو. يعني نون ستاندرد، يعني حتى الاي تريبل اي قالت لك ايه ده بروتوكول بس عشان يسهل الكونفجريشن، لا مش عايزين زيه، يعني المفروض ان الاي تريبل اي هي المسؤوله عن اي حاجه جديده في اللاب. فلما الاقي سيسكو اخترعت الاختراع ده، هي المفروض لما بتلاقي سيسكو بتخترع اختراع ذو قيمه تقول لك لا كل الناس تستفاد بيه. بس انا لما لقيت سيسكو اخترعت الاختراع ده وقالت ده بس غير ذو قيمه، يعني ده بالنسبه لنا بس بيسهل الكونفجريشن مش حاجه مؤثره قوي، فعشان كده ما اشتغلش ستاندرد. فدي تي بي ستيل سيسكو ما اشتغلش منه ستاندرد، يعني مش موجود غير على سيسكو بس. فكره دي تي بي انك انت اد ستارت اب، مقصود ايه بالستارت اب هنا؟ هنا الستارت اب مش محتاج كونفجريشن، ستارت اب يعني مجرد ما تتوجد توصل كابلات. بي بلاي اد ستارت اب الدي تي بي اول ما تتوجد كيبل بي بلاي، ايه اللي هيحصل؟ كود ونيجوشيت ويذر ات شود بي اكسس اور ثم. يعني السويتش ده هيحصل هينيجوشيت، بقى على كلمه نيجوشيت يتفاوض اذا كانت البور هتكون اكسس ولا ثم. لسه ما صورتش، لسه اول سبوره ومراجعه. طيب يعني معنى الكلام ده هم دول فكروا في ايه؟ قالوا هو السويتش هيكون واصل على مين؟ هيكون واصل على كمبيوتر، هيكون واصل على راوتر، هيكون واصل على سويتش زيه. يعني في الاخر السويتش هيبقى واصل على ايه؟ ما يا اما واصل على دي تي اي يا اما على دي سي زيه، يعني يا سويتش يا كمبيوتر يا راوتر. قالوا بص اللي هعمله ايه؟ اول ما واحد يروح موصل الكابل في السويتش، يعني اهو اول دي تروح موصل الكابل ما بين سويتش لسويتش، هيروح موصل الكابل ما بين سويتش وسويتش، تبدا السويتشات تعمل ايه لو كانت سيسكو؟ تبدا السويتشات تتعرف على بعض. ازاي يعني؟ هيبدا كل سويتش لو كان سيسكو يروح باعت رساله اسمها دي تي بي هلو. المفروض مين بس اللي يشغل دي تي بي؟ سويتشات وسيسكو بس. لو ولاده فهموا عشان هو سويتش زيه هيرد عليهم يقول له ايه؟ دي تي بي هلو. ايه اللي يحصل لو تبادل هلو؟ عملوا هاند شيك، يعني عملوا نيبر ديسكفري. طالما عملوا نيبر ديسكفري اكتشف ان هما الاثنين فاهمين تي تي بي، حاضر ماشي. يبقى البورت دي، طب شايف وادي هنا؟ يعني ماشي خلاص حتى لغايه اللي انت بس ماشي. فايه اللي هيحصل؟ اهو تعال على الرسمه دي، على الرسمه دي اول ما توصل الكابل ما بين السويتش اللي في الدور والسويتش الكور، هيعمل السويتش اللي في الدور والكور هيبعتوا لبعض تي بي هلو. لما يبعتوا لبعض تي بي هلو عملوا هاند شيكينج، هيكتشف ان هم الاثنين سويتشات، ان ما يعرفش يبعت تي بي ده الا سويتش وسيسكو بس. ايه اللي هيحصل؟ هيقلب البورتات اوتوماتيك ترانك، بمعنى انت مش محتاج تيجي على البورت بتاع السويتش وتكتب الكوماند بتاع الترانك. طب وبالنسبه للبورتات الاكسس اللي هي واصله على الكمبيوتر، هيعمل ايه اول ما توصل كمبيوتر لسويتش؟ يعني اول ما تاخد كابل تك كمبيوتر لسويتش، هيبدا البورت اول ما تتوجه كيبل الدي تي بي بلاي، هيبعت دي تي بي هلو. بس الهلو دي لما هتروح للكمبيوتر، الكمبيوتر ما يفهمش الدي تي بي ان هو مش سويتش ومش سيسكو، مش هيرد. هيعمل ايه؟ البروتوكول ده جديد هيجربها مره ثانيه، ما بيردش. انك اديله فرصه اخيره، جايز بس مهنك او حاجه، اجرب مره ثالثه. يعني جايز ده سويتش قدامي ومهنك، يجرب ثلاث مرات، الثالثه تكتفي البروتوكولز الجديده. ثلاث مرات ببعت له هلو ما بيردش، السويتش يروح قالب البورت دي على طول انها بورت اكسس. يعني تاني انت كل اللي هتعمله بعد كده ايه؟ لو سويتشاتك كانت كلها سيسكو، هتبدا توصل الكابل ما بين الكمبيوتر والسويتش تقلب اكسس، توصل الكابل ما بين سويتش والسويتش
سبيكترم. بمعنى وفر لك كام كوماند؟ وفر لك الكثير من الكوماند، يعني تقريبا وفر لك 5000 كوماند كنت محتاج ان انت تقعد تكتبهم. طب افرض عندي بقى شبكه سيسكو على مش سيسكو، لا طالما سيسكو مش سيسكو لازم تختار الكونفيجر اللي سيسكو واللي مش سيسكو بيقفل. يعني لو افترضنا مثلا الكور مش سيسكو، لو الكور مش سيسكو فلازم تقعد تكونفيجر دول اللي هم سيسكو ترانك وترانك ترانك وترانك ترانك وترانك. طب ولو الدور هو اللي مش سيسكو، لو الدور هو اللي مش سيسكو هتضطر تكونفيجر ده ترانك ودول اكسس، يعني هيبقى بالنسبه لك لو في الدور مش سيسكو كونفيجريشن كتير، ولو الكور مش سيسكو برضه كونفيجريشن كتير. عشان كده هتلاقي اغلب الشركات بتقول لك يعني من الاخر يجيب كله سيسكو يجيب كله مش سيسكو، يعني انا عايز استغل الفيتشرز بتاعت سيسكو يبقى مضطر اجيبه كله سيسكو. طبعا الار ان دي تيم خبيث في ايه؟ خبيث لو حاطط الحاجات دي، لو انت هتخلي اللاب بتاعتك كول سيسكو ديفايس. طيب كده معلش سؤالي ايه بقى؟ يبقى البورت بتاعت سويتشات سيسكو باي ديفولت اكسس ولا ترانك؟ يعني متصل بالكابل، هي هتبقى باي ديفولت اكسس ولا هتبقى باي ديفولت ترانك؟ ترانك. طيب باي ديفولت ايه؟ لا يعني البورت هتبقى ايه يا باشا؟ هو لسه بيبعت دي تي بي، هي اكيد مالهاش ديفولت، ما لو ليا فولت ما كانش اختار اي حاجه. البورت في سويتشات سيسكو اللي هي اصلا اكسس ولا هي اصلا ترانك؟ هم اللي هي الديفولت بتاعها ايه؟ بتشغل الاول دي تي بي، ما لو ليا ديفولت كانت تشتغل كل البورتات بنفس الديفولت، الديفولت معناها ايه؟ هتيجي تشغله يبقى هو هيشتغل كده. الديفولت في سيسكو لا اكسس ولا ترانك، امال الديفولت في سيسكو ايه؟ دايناميك. يعني الكوماند اللي مكتوب ايه لو اشتريت سويتش وطلعته من كرتونه؟ لو سويتش اكس سويتش سيسكو. الكوماند اللي مكتوب لا مود اكسس ولا مود ترانك. امال ايه الكوماند اللي مكتوب لو انت جاي بسويتشات اكسسكو على كل الانترفيسز؟ ليبل الدي تي بي بالظبط. يعني فعلا من اول انترفيس لغايه اخر انترفيس هتلاقي كاتب لك كده سويتش بورت مود دايناميك. اكتبها كده بالظبط دايناميك ديزايربل. يعني دايناميك ديزايربل ان هو عنده النيه انه يشتغل دايناميك. طب دايناميك ديزايربل دي يعني حالتها هي اكسس ولا ترانك؟ ما هي دايناميك ديزايربل معناها لا اكسس ولا ترانك، ده لسه هيشوف. يعني في الاخر دايناميك ديزايربل معناها انك مشغل بعد هلو جاله رد هتبقى ترانك، بعد هلو ما جالوش رد هيبعت الثانيه، ما جالوش رد هيبعت الثالثه، ما جالوش رد هيقلبها اكسس. بمعنى دايناميك ديزايربل هو ده الديفولت. انا زي بقى الجي تي بي، يعني زي الجي تي بي واخليه انا في الاخر هي اكسس او ترانك. الكوماند عندك هو كوماند الاكسس، كوماند الاكسس وكوماند الترانك. يعني انت لو عايز تلاقي الجي تي بي ده مش عاجبك ضيقك خلاص اكتبها بايديك. يعني من الاخر الكوماندين دول ستاتيك. ستاتيك يعني ايه؟ انت بايديك هتخلي بورت اكسس او ترانك. اما لو سبت البورت اللي فوق احلى حاجه في السويتشات هو جنب بيلد. عشان كده نادر لما تلاقي في امتحانات سي سي ان اي يجيب لك لاب سويتشنج. ليه نادر يجيب لك لاب سويتشنج؟ لان كل سويتشات سيسكو شغلها بلاج اند بلاي. هيجيب لك لاب ايه؟ يعني هيجيب لك لاب يقول لك كونفيجر ايه؟ ما انت هتعمل ايه؟ هتشغل اللاب هتلاقي كل حاجه بقت كونفيجر. هيكتب لك ايه؟ مش كده تلاقي اغلب اللابات بتاعت امتحانات سيسكو راوتنج. طب عايز يجيب حاجه تاني غير راوتنج؟ يجيب لك بقى سكيورتي وامر الله، يعني ما عندوش لاب سويتشنج يقدر يسالك فيه. يلا عايزك تشجع اول اثنين في الكورس بتاعكم امتحنوا. يعني في اثنين كانوا بيحضروا معاكم الكورس امتحنوا 970 و1000 من 1000 يعني توب سكورز. فالحق انت كمان وابدا ذاكر وابدا عد نفسك انك ان شاء الله تجيب ال1000 من 1000. طب بشمهندس هو لو عايزين نقدم بقى. طيب حاضر مش اول بس الكاميرا تبطل اقول لك هنعمل ايه بالظبط عشان خاطر الضرايب بس ماشي؟ ايوه قولي لي يا هندسه. حلو قوي يا سعيد. طيب بص الراوتر ما يفهمش دي تي بي، عشان كده ال 5000 كوماند هيبقوا متوفرين، يعني هيتوفر فيهم وهتكتب كوماند واحد بس. يعني الدي تي بي هيوفر لك من 5000 كوماند 4999. ليه ده؟ البورت فعلا اللي واصله ما بين السويتش وبين الراوتر مش شغاله دي تي بي. تاني الدي تي بي هيشتغل ما بين سويتش وسويتش وتخلي البورت تبقى ترانك، هيشتغل سويتش وكمبيوتر وهيخلي بورت اكسس. الدي تي بي بقى لو اشتغل مع الراوتر بص هيعمل ايه؟ الدي تي بي لو اشتغل مع الراوتر هيبعت للراوتر هلو، الراوتر مش هيرد. هيبعت للراوتر هلو، الراوتر مش هيرد. ليه الراوتر مش بيرد؟ عشان البروتوكول ده مش شغال على الراوتر اصلا، سيسكو ما نزلتوش على الراوتر. سيسكو قال ان البروتوكول ده لير 2 4 سويتشز اونلي. فساعتها بس انت هتضطر انك انت بالدي تي بي توفر 499 كوماند. طب والكوماند اللي ناقص سوري 4999 كوماند. طب الكوماند اللي ناقص كوماند ناقص بس انك هتحتاج تيجي ما بين البورت السويتش والراوتر على السويتش وتخلي البورت دي ستاتيك ترانك. ازاي اخلي البورت ستاتيك ترانك؟
بالكوماند، يعني بدل ما تقعد تكتب كل الكوماندات وصل الكابلات هتلاقي في بورتات بقت ترنك صح، في بورتات بقت اكسس صح. البورت اللي دايما هتبقى مش ماشيه على هواك، يعني هتبقى مش ماشيه زي ما انت كان نفسك، هي البورت اللي ما بيجيش سويتش ورا ليه؟ بتقلب فعلا بالدي تي بي لاقوها يعني مع الشغل، بتقلب دايما اكسس. طب لو انا عايز البورت ما بيجيش سويتش ورا تبقى ترنك، لو عايز البورت ما بيجيش سويتش ورا تبقى ترنك، فانا بايديا هروح اي كوماند كم مره؟ هو مره واحده على اي بورت؟ على البورت اللي على سويتش الكور اللي طلع على الراوتر، فوفرنا 404999 كوماند وبس. الدي تي بي فشل الحمد لله. هم ليه بس مش مشغلين الدي تي بي على الراوترات بالمره ونخلص؟ قال لك عشان خاطر برضه ما نحملش على الراوتر زياده، وعشان خاطر احنا ساعات ممكن ما نبقاش عايزين نخلي البورت دي ترابل. اي ساعات فاكر التراديشنال سوليوشن، كان في حاله كده تراديشنال تربس نبضته اسمه ايه؟ خلي بالك ب 10 مليون جنيه في السنه، فاكر؟ فكان في حاله تقليدي، حاله تراديشنال، انك انت اصلا ممكن تخلي البورتات ما بين السويتشات والرواتب ما فيهاش حاجه اسمها ترنك. اصل احنا شرحنا ترنك بعد موضوع ال 10 مليون جنيه دي والكلام ده. فعشان كده بيقول لك احنا هنخلي الراوتر ما يفهمش يعني ايه وانت بايديك. ناوي تخلي الراوتر يتقسم سب انترفيسز، هتستخدم الحل اللي اسمه الرواس لو شغال بنسبه 70%، وبقى انا هقول البورت دي انها ترنك. يمكن دي احد الاسباب برضو اللي خليتهم ايه؟ ما يخلوش الراوتر يشتغل دي تي بي. الديفولت بالظبط، الديفولت دي تي بي شغال ازاي؟ ان الكومنت المكتوب دايناميك ديزاير، يعني حتى البورت دي تبقى دايناميك ديزاير. يعني دايناميك ديزاير يعني عندها ديزاير، عندها نيه ان هي تشتغل دايناميك. يعني تشتغل دايناميك تنيجوشيت تتطور على البورت تبقى اكسس ولا ترانك. يعني مش جايه ستاتيك اكسس بس او ترانك بس، جايه تتفاوض، يعني لسه هتشوف يا ترى ايه الظروف اكسس ولا ترانك. ده ممكن لا ممكن هو ايه لازمته ان هو اصلا ان دي تي بي شغال؟ ما هو لو هو مش مكتوب ايه البديل؟ احنا دلوقتي عندنا ثلاث كوماندات، دي تي بي مود اكسس، دي تي بي مود ترامب، يا اما مكتوب مود دايناميك ديزاير. لو كتبت اكسس خلاص مفيش تفاهم، اكسس حتى لو وصلت عليه سويتش اكسس. لو كتبت ترامب مفيش تفاهم، حتى لو وصلت عليه كمبيوتر هتبقى ترامب. ميزه دايناميك ديزاير ان هو يشوف لوحده، يعني هو يشوف لوحده. فهو الديفولت اصلا يعني السويتشات بتطلع من المصنع مكتوب عليها الكوماند دايناميك ديزاير. ممكن نعمله على نان سيسكو ولا لا؟ لا مفيش كوماند على نان سيسكو، نان سيسكو فيها ده وده، دول الستاندرد كوماند. سيسكو هي اللي راح تختار بقى مود ثالث، قالت لك وي وي انفنتد نيو مود دايناميك ديزايربل مود اللي هو هيشغل لك الدي تي بي كود ده موجود فور سيسكو اونلي. ولكن اي تي بي ما خدتش منهم البروتوكول ده الستاندرد. في حاله البي تي بي هيبعت، ممكن يبعت البورت اللي على السويتش ثلاث مرات؟ لا هيبعت لها مره بس، المفروض لو البورت السويتش ما ردتش عليه هيديها عذر، يقول لك جاي ما ردتش عليا عشان مهنجت ميموري بروسيس، فبيجرب برضه ثلاث مرات. بس المفروض بعد اول مره لو الشبكه شغاله كويس هيرد بعد. ماشي يعني انا لو بعت ثلاثه وما ردوش برضه هيخلي بقى اكسس طبعا. هيخلي بقى اكسس طبعا، بس كده في حاجه غلط في الشبكه، يعني السويتش ليه الثاني ما ردش؟ يعني في حاجه مش مظبوطه برضه، ممكن يكون في مشكله بايظه. وانت بقى مش مهاد تبدا تعمل شوت، يعني انت مش مهاد تقدر تعمل شوت، يا ترى الدنيا بتشتغل ولا لا؟ تبدا تعمل شوات زي شو انترفيس ترانك، طلع لك ايه اللي بقى ترانك. فلو لقيت واحده ناقصه يبقى في فيها مشكله لازم تعملها ترانك شو. طيب كده دي نقطه هو عايزين نطويها، يعني نقطه ان احنا بس كنا عايزين نحكي عن بروتوكول اسمه دي تي بي، ده بيسهل قوي قوي الكونفجريشن زي ما انت شايف مفيش جديد. يعني الكوماندات اكسس ترانك العادي اللي احنا اتكلمنا عليه في اللاب وفي المحاضره اللي فاتت. الجديد بس جاي ان في بروتوكول اخترعته سيسكو، لو شغال اسمه سيسكو ما تستغربش لما كل حاجه تشتغل اوتوماتيك. دي اول تاسك، اول تاسك وانت بتكونفيجر الفي لانز، اختار بورتك اكسس ولا ترانك. ده حاجه في تاسك كمان، دي تاسكات مش فارقه، دي تاسكات مش فارقه، بس يعني في تاسكات لازم تتعمل. ثلاث تاسكات، دي تاسك من التاسكات. الثانيه لما تيجي تكونفيجر في لانز انك تبدا تفهم كل سويتش ايه الفيلانات الموجوده جوه شبكتنا. بص هي شبكتنا حدودها ايه؟ شبكتنا حدودها الانترفيس دي في الراوتر، اللان دي الحدود بتاعتها. يعني بعد الخط ده مشنوش لان، مفيش حاجه فيه اسمها في لان، مفيش حاجه اسمها سبانينج تري. قبل يعني قبل النص ده كله ده ايه؟ دي لان اللي كان فيها سبانينج تري وسويتشز ايثرنت ودي لان. المهم عايش محتاجين نعمل ايه تاني لكل سويتش؟ محتاجين نقول لكل سويتش يا ضرب ايه الفيلانات اللي احنا هنشتغل بيها في اللان دي؟ مهما كان عددهم ان شاء الله يكونوا 4096 جرام كل مره. السويتشات لوحدها هتعرف اي فيلان، بس هو كل سويتش معاه فايل اسمه فيلان دوت دات، ده جاي معاه من المصنع. يعني ايه فيلان دوت دات؟ بين قوسين فيلان داتا بيز. الفايل ده فيه ايه؟ الفايل ده جاي من المصنع في فيلان رقمها 1 واسمها ديفولت.
استفادي فيه. مش بس في الحقيقه يعني دي البلان اللي جايه معمل مصنع تشتغل كمان، بس لو حد فيكم في اللاب اللي فات كان في بلانات ثانيه ومش هينفع كنا نشتغل بيها. حد فاكر من كام؟ 1200 ل 1500. من 1200 من 1200 ل 1005 دول بلانات مالهم؟ مش هنشتغل بيهم بسنه، دول محجوزين فور اولد تكنولوجيز. فور اولد تكنولوجي نوت ايثرنت. يعني لو انت لقيت تشتغل ايثرنت ابعد عن الاربع بلانات دول 1200 و1005. الاي تريبل اي اللي عايز يشتغل ستاندرد يبقى 1002 و1003 و1004 و1005 ما يشتغلش ايثرنت. يشتغل بيهم لحاجات يعني فور كومباتيبلتي توكن رينج اولد تكنولوجيز. توكن رينج يا باشا، توكن رينج حاجه اسمها توكن رينج، وحاجه برضه سهله اسمها اف دي دي اي. يعني توكن رينج اند اف دي دي اي. توكن رينج كانت كبر والاف دي دي اي كانت فايبر. الاثنين رينج، الاثنين شغالين. يعني كان في زمان تكنولوجيز بتشتغل رينج كان شغال على الفيلانز، قالوا خلاص التكنولوجيا دي انقرضت بس احتياطيا هنسيب لهم اربعه فيلانز احتياطي لحد يكون عنده نظام قديم لسه شغال بيه وعايز يدخل النظام الجديد ده. ولكن احنا عندنا باقي الفيلانز فوق ايثرنت. ماشي، ايه المشكله بقى؟ المشكله السويتش اللي هتعدي عليه في يوم من الايام. ده الداتا دي ما يعرفوهاش فيلان هيدروب الداتا. يعني مثلا لو جت فيلان 2 تبع الداتا السويتش ده مش عارفه كور مثلا، لو مش عارف يعني ايه فيلان 2 في الداتا بيس بتاعته خالص، الداتا بتاعته ما فيهاش فيلان 2 هيبدا ان هو يدروب الداتا. هو السويتش اصلا بيعمل ايه؟ السويتش بياخد قاعده البيانات ويحملها على الترنكات. يعني الترنك باي ديفولت فول فيلانز. بس اي فيلانز؟ اول فيلانز اللي انت مفهمها لسويتشك. يعني سويتش دلوقتي لما خليته تقول لي ترانك محمل ايه على ترانك؟ اي فيلانز؟ قول اني قول؟ قول اللي موجودين في الفيلان داتا بيز. ايه يعني هو ما حملش كده فيلان 2؟ لا طبعا، السويتش اللي ما يعرفش فيلان 2 ما حملش على الترانكات غير الفيلانات دي بس. ممكن بعض الناس في اللاب اللي فات لما عملت شو اسمه شو انترفيس ترانك لقيت فعلا ساعات فيلان 2 مش متحمله. طلع ليه؟ عشان انت ما عرفتش اصلا السويتش حاجه اسمها فيلان 2. يعني مثلا السويتش ده لازم جابوا جهاز في فيلان 2، فممكن يبقى لازم مهمه سهله. السويتش دوت مش وصل لاي اجهزه اصلا. عشان السويتش ده مش وصل لاي اجهزه اصلا فكان لازم تعرفوا ايه هي الفيلانات اللي موجوده في اللاب كلها. هي الحقيقه مش الكور بس، هو كله احسن، كل السويتشات لازم تعرفها ايه هي الفيلانات اللي انت ناوي تشتغل بيها. حتى لو كانوا بعض نفس 96 فيلان فهمها لكل السويتشات. يعني من الاخر لازم كل السويتشات تبقى في الفيلان قدام عارفه كل الفيلانات اللي انت شغال بيها في اللاب. طيب حاجه زي كده محتاجه كونفجريشن عامله ازاي؟ افكرك ايه الكوماندات اللي بيها تتكون الفيلان داتا بيز؟ اهو كرييتنج فيلان داتا بيز. عشان اكون قاعده بيانات اضيف فيلانات على مزاجي غير واحد غير من 1002 ل 1005 اخش على كونفج مود بتاع سويتش سويتش اروح قايل له ايه؟ فيلان واديها رقم فيلان 2 مثلا. يبقى لازم كنت اجي على السويتش ده اقول له في فيلان 2، وعلى ده اقول له في فيلان 2، وعلى ده فيلان 2، وعلى كور فيلان 2. يعني اجي على السويتشات اللي شبكتها واقول لها فيلان 2. اوبشنال اوبشنال يعني براحتك لو مش عايز. دي مش اساسي، الاساسي انك انت تفهم الارقام. الاسامي بقى دي تكون عندك. يعني دي في حاجه اسمها مثلا اتش ار، اسمها سيلز، اسمها مانجمنت، اسمها فويس، اسمها اي بي تي في. تبدا تقول يعني تعريف للفيلاند نيم مختصر عشان خاطر بس تعرف الفيلاند دي بتاعت ايه. ده هيبقى فايدته ايه؟ هيساعدك انت في الترابل شوتنج، مش هيفرق مع السويتش في اي حاجه. يعني الكوماند بتاع النيم ده اوبشنال كوماند ولا يفرق مع السويتش في النيم، بس هيفرق معاك انت وانت بالترابل شوتنج. يعني ايه بالترابل شوتنج؟ يجي مثلا جماعه بتوع التيم الفلاني شركتك يشتكوا ان عندهم مشكله. تبدا تخش شوف قاعده البيانات التيم الفلاني اسمه كذا، اللي هي فيلان رقمها كام كذا. تبدا تضرب شوت الفيلانيه دي. يعني عندك مثلا 1000 فيلان، طبعا انت بتشتغل شوت 1000 فيلان، انا عايز احجم شويه تراب شوت في الفيلانيه اللي فيها مشكله. فبالنيمين بعرف ان انا اوصل اي ريجا رقم الفيلان اللي فيها مشكله عشان اضرب شوت. بس هو السؤال بقى المفروض الصح ايه؟ يعني الريكومنديشن بتقول ايه؟ الريكومنديشن العالميه بتقول الكوماندين دول في عدد الفيلانز اللي عندك تحطه على سويتش سويتش. يعني لو كان عندك مثلا نفس ال 100 سويتش وعندك في شبكتك 100 فيلان 10 بالظبط كده، المفروض هعمل ايه؟ ال 100 فيلان هعرفهم على السويتش الاولاني، ال 100 فيلان هعرفهم على السويتش الثاني، ال 100 فيلان هعرفهم على السويتش الثاني. طبعا ممكن تبقى تعمل لها كابل بيست، يعني تكتب الكلام ده على سويتش واحد بس تاخدهم كوبي وبعد كده تروح جاي على سويتش ثاني بيست، على السويتش اللي بعده بيست، على السويتش اللي بعده بيست. يعني ممكن تبقى تاخدهم انت كوبي بيست. بس كوماندات كتير، هم كام كوماند؟ 100 سويتش، 100 فيلان. الفيلانيه الواحده طبعا 100 فيلان هيتفرق
فاكيد هيبقى بالنسبه لك انك تسميهم حاجه ضروريه في الحكم الشرعي. تكون كومن 20 جنيه كومن دوله كل جيران كومن دي جيران كومن دي جيران كومن دي جيران كومن دي هي صفه بعض يمكن على 20000 كومن. انت طبعا كان ممكن توفر مجهود شويه الكوبي بيست. المهم يا استاذ هتعمل ايه بقى؟ قلت لك يا باشا انت ليه كوبيير وبيست؟ احنا هنعمل لك ابلكيشن تكوبيير لك وبيست. يعني سيسكو قالت اللي هيشتري سويتشات احنا هنعمل له ابلكيشن بروتوكول. انت تكتب الكوماندات على سويتش واحد واحنا هنبروفايد لك الكوماندات دي على كل السويتشات اللي في اللان. يعني يا باشا ريح نفسك ريح نفسك ازاي؟ سيسكو جت قالت اللي يشتري سويتشات غير ان هو هيستفاد بالدي تي بي. دي تي بي اللي هو بيعمل دي تي بي اللي هو الريبورت اكسس او فرانك هيقدر هو يحدد لك اوتوماتيك. سيسكو قالت لك هتقدر تستفاد كمان في الفي تي بي. ايه هو الفي تي بي؟ ممكن الفي تي بي ده انا يا باشا يا سلام ما اعرفش بيعمل حاجه غريبه كده يا اساس الكلام ده. ايه الفي تي بي؟ الفي تي بي هو بروتوكول على سيسكو سويتشز اونلي. هدفه ايه الفي تي بي؟ الفي تي بي it is used to synchronize VLAN dot that on all switches. لأنه يعني عايز تخلي فيه تناغم VLAN database على كل السويتشات. يعني ايه تناغم؟ يكونوا ذا سيم. يعني عارف زي ما بيعملوا مثلا ايه الناس؟ ساعات في واحد مثلا واحد جاي مشتري موبايل جديد وعنده موبايل قديم وعايز ياخد كل اللي على الموبايل القديم سينكرونايز يبقى في جديد. يعني الجديد القديم وعليهم نفس البيانات قاعده البيانات نفس الصور نفس الكونتكست. طب ايه اللي بيحصل؟ بيبقى في ابلكيشن على الموبايل الجديد وعلى الموبايل القديم عشان خاطر تعرف تنقل كل الحاجات بتاعتك. احنا معانا عايزين نعمل نفس الكلام ده. احنا نسينكرونايز مش موبايلات نسينكرونايز سويتش. يعني الفيلان اللي يعرفها سويتش طالما كلهم في نفس اللان كلهم ليهم راوتر واحد يبقى كلهم ليهم نفس قاعده البيانات نفس الفيلانات. عشان اقدر اسينكرونايز الفيلان ده الفي تي بي هو اللي هيفيدك في حاجه زي دي. معلش تاني وابو اكبر اسينكرونايز زي الجهاز ده اسمها تحط هنا دايما شغاله. يعني استخدم عادي ثابت يعني سويتش اول ما تجيبه الجهاز اللي يعرفه اللي هو يعني هو موجود كله في الجهاز فيها واحد الجهاز ما تشوف بعض الا لما تعمل مكانهم راوتر. يعني ايه بقى تعمل كل مكانهم راوتر؟ خلي كل فيلان في صبي انها لان واحده فراوتر يبقى راوتر. هسالك سؤال هو تكسبنيش. ايه هو السؤال؟ يا ترى ايه هو البروتوكول؟ ايه هو البروتوكول اللي بيخلي سويتش يعرف اذا كان بيخلي بورتو اكسس ولا ترمب؟ طيب قول تكنولوجي نوت ايثرنت مش ايثرنت مش ايثرنت. طيب فكده احنا عندنا في بروتوكول هيعرفها تستخدم اكس فرانك. في بقى بروتوكول تاني الاثنين سيسكو مش هتيجي على سيسكو سويتشز بس. بروتوكول تاني بيعمل ايه؟ يعني بص يا باشا انا هوصل الكود ده بص لا هوصح معايا شويه صح معايا الناس هتاكلني. طيب الفي تي بي از يوز تو سينكرونايز جيران داتا بيز. يعني ايه بقى سينكرونايز جيران داتا بيز؟ يعني لو حبيت ادم هيساعدك. معلش يعني ايه ادم؟ ادم ايه يعني ادم؟ يعني ايه ادم؟ مديرك الجنب انت عندك شبكه اثنين سويتش يقول لك لو سمحت في تيم جديد هيبقى في الشبكه عايزك تقاد فيلان جديده دي. يعني عايزك تقاد للتيم ده الشبكه مخصوص للان مخصوصه ليه. لو انت عشان تقاد للتيم ده فيلان جديده المفروض كنت بتعمل ايه؟ لو ممكن تستسلم كنت هتيجي على سويتش عايز فيلان رقمها ميم اسم التيم وبعدين تقادها على سويتش ده وبعدين تقاد على سويتش ده وبعدين تقاد على سويتش ده المفروض تقعد تقاد على الهيت سويتش. غالبا كان يعني قبل ما يخترعوا الفي تي بي كان الناس بتقول عايز تقعد لان شهر ما تطلبش لنا حاجه تاني. ليه؟ يقول لك شهر انا ما اروح للسويتش 100 سويتش فين؟ باشا انا لهم لو عندك 100 سويتش هيبقوا فين؟ سويتش في العماره دي حلو مجمع مباني وبعدين سويتش في الدور اللي تحت وبعدين سويتش في عماره ثانيه خالص وبعدين سويتش في مبنى ثالث خالص وسويتش مش عارف فين. يعني لو فعلا شبكه كبيره ومباني كتير هتبقى وجع قلب عشان تقعد تزود على سويتش
ده هتبقى ساعتها فعلا عذاب. مش كده مديرك ايه شهر كده لو سمحت سيبني. لو انت بقى معاك سويتشات سيستم انت هتقول لمديرك ايه شهر. هتعمل ايه طول الشهر؟ 29 يوم هتروح الشغل تخش على الفيس تخش على اليوتيوب تشرب الكابتشينو قهوه وشاي وكل ما يجي يعني قرب منك انا بخلص اهو يا باشا ربنا يكون في عوني بقى انا تعبت قوي. واليوم رقم 30 الصبح الصبح تروح جاي على اي سويتش مش لازم يكون اي سويتش تروح قايل له بس فلان كذا اسمها كذا. لو كنت انت عندك سيسكو سويتش هيعمل ايه بقى سيسكو سويتش؟ لو عملت كونفجريشن لفلانيه على سويتش ياخد نسخه من الكونفجريشن دي ويرمي نسخه من الكونفجريشن بتاعت الفلان رقمها واسمها اللي بعديه واللي بعديه ياخد نسخه دي ويرميها اللي بعديه واللي بعديه نسخه دي واللي بعديه. تلاقي سويتشات تبعت لبعض الفلان داتا بيس زي ما كانت الراوترات بتبعت لبعض الراوترات زائد ما كان كل راوتر بيبعت جدول بتاعه الجدول الراوتر اللي جنبه اكستشينج اوف فيلدز هنا هيبقى اكستشينج اوف فيلدز داتا بيس. فلما تضيف فلانيه تريجر في لحظتها بتروح مبعوثه للكل. يعني مديرك في اخر يوم ال 30 قال لك عملت ايه؟ تقول له بص اخيرا خلاص اخر سويتش اهو وهو قاعد جنبك بقى تقول له بص تك 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 اخر سويتش اهو يطلع ده كان مش اخر سويتش ده كان اول سويتش اصلا بس بسبب الفي دي بي بروباجيشن حصل للفيلان داتا بيس. طب اجبد بعديها شويه حل لك ايه؟ طب ممكن تزلت لنا 2 3 فيلان؟ لا 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 بقى تقلت لي كده فيلان سيبني شهرين ثلاثه بقى وانت كل اللي هتعمله هتيجي على اي سويتش من دول وتروح مدلل الفيلان. خلي بالك كل الفيلان بصوا نو فيلان كسب نو فيلان 2 كل الفيلانز كان دي ديليتد الا 5 فيلانات ما ينفعش تعمل لهم ديليت اللي هم الخمس فيلانات اللي في الامتحان واحد ما ينفعش ديليت. انت قلت له نو فيلان 1 يقول لك كان نوت ديليت فيلان 1 1002 1005 دول كان نوت ديليت اللي هم اللي نازلين مع سويتش باي فوق كانوا ديليت. اه بص واحد ادي واحده 1002 1003 بص حد هم بص الستاندرد عارف. طب انا عايز اسال لك سؤال ليه ما قالتش الستاندرد 1001 عشان ما تلخبطش. بص 1 2 3 4 5 هم فعلا عندها كده يعني هم ليه ما قالوش 1001 1004 مثلا هم اختاروا الارقام دي بحيث تبقى 1 ده ديفولت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بس اللي هم اثنين ثلاثة أربعة وخمسة قال لك اثنين ثلاثة أربعة وخمسة دول في الأول أوي هتسيبهم لحاجات قديمة؟ لا خليهم منين؟ خليهم 1002 1003 1004 1005 لا دي لهناك. بص شايف دي؟ فيلان اثنين على البورت دي وعلى البورت دي وعلى البورت دي فيلانات بتبقى على بورتات كتير. الفيلانات دي ممكن يكون فيها 1000 جهاز 100 جهاز 200 جهاز بس فالبورت البورت تبقى فيلانات ده لو اكسس بورت ثانيه ممكن تبقى على نفس الفيلان. هنا دول على سامي فيلانات ارقامهم بس يعني في فيلانات 1002 1005 1 دول عايشين جوه كل سويتش. انت بقى هتيجي على البورت ونادي طبعا فيلان دي اسم. بص المهم وصلنا لايه؟ لو حبيت تاد او تدري او تام ادم الام اللي هي تموديفاي تموديفاي مديرك جه قال لك احنا عايزين نسمي فيلان 7 بدل ما هي سيلز نسميها ماركتنج. حلو؟ خلاص علينا الاثنين. عايز تغير اسم فيلانيه هتسميها بس التسميه طبعا هتبقى عباره عن ايه؟ انك انت بتخش جوه فيلان ترينيت كده موديفيكيشن. طبعا انت عشان تموديفاي الكلام ده من غير الفي تي بي تضطر تخش على سويتش سويتش. بعد الفي تي بي انت هتكونفيجر الكلام ده على سويتش والاثنين الباقيين يعني الفي تي بي هيساعدك في لو انت عندك ادي سويتش واصل على سويتش واصل على سويتش واصلين كمان بص على سويتشات ابعد يعني سويتشات اكتر يعني بص زي التاني مره كده كنت حكيت لك او حكيت لبعض الجروبات لك تقول مثلا شبكه زي شبكه ستارز عباره عن مباني كتير. امسك المبنى الاولاني، المبنى الاولاني دور كل دور كل دور سويتشات يعني كل دور سويتشات وفي سويتش رئيسي للمبنى. بص يبقى سويتشات في الدور سويتش رئيسي للمبنى. مبنى تاني سويتشات في كل دور وبعدين في سويتش رئيسي للمبنى. طب السويتشات اللي في المباني دي كلها متجمعه مع بعض ازاي؟ على سويتش كور. يعني هتلاقي سويتش كور طالع على مبنى على مبنى على مبنى والمبنى السويتش في المبنى طالع على دور على دور على دور على دور عشان لك ده الديستريبيوشن اللي هو الرئيسي بتاع المبنى هو ده. طيب تمام طيب. فالمهم بالنسبه لنا ان انت عندك يعني ممكن يبقى شغلتك فيها سويتشات زي ما انت شايف كتير كور على سب كور او اسمه ديستريبيوشن على دور اكسس. المهم لو حصل فعلا قررت انك تكونفيجر في لان على اي سويتش من دول بص حتى هعمل لك كوماند فين مثلا على ده مش لازم على الكور على اي سويتش في اي دور طالما في شبكه على اي سويتش في اي دور لو عملت كونفيجريشن على ده هيعمل ايه سويتش؟ لو قلت له في جيلان اسمها مثلا 70 هيروح باعت في دي بي ابديت باعت ابديت تريجر
قايل يا جماعه خلي بالكم في فيلان ظهر دي 70 واسمها كذا. كل سويتش هيسمع المعلومه دي هيعمل ايه؟ يعني هو واخد نسخه ايه كوبي ويدي نسخه اللي بعديه السويتش اللي بعديه. مش هو بيعرف منين في السويتش اللي بعديه؟ بيبعتها على الترنكات بس. يعني كان لازم تبقى الكتب ما بين السويتشات ترنكات ودي تي بي هيمهد لك الطريق كده عشان خاطر الفي تي بي ما بيشتغلش الا على الترنكات بس. الفي تي بي مستحيل يبعت في لان داتا بيس الا لو على بورت ترنك. ليه؟ يقول لك ما هو لو بورت ترنك اكيد سويتش، انا عايز ابعت الحاجه دي للسويتش اللي جنبي. فتاني الفي تي بي هيعمل ايه؟ اول ما تكون في جير فيلان يروح مطلعها المعلومه دي من الترنكات. طب والسويتش اللي بعده يعمل ايه؟ هياخد نسخه ليه ويبعت نسخه للسويتش اللي بعديه، ازاي؟ على الترنكات اللي بعديها برضه. طب وهنا السويتش الكور ده ساعتها هيعمل ايه؟ جات له فيلان داتا بيز زياده، في فيلانيه زياده او اتمسحت او اتعدلت، هياخد نسخه من الكلام ده ليه في الفيلان داتا بتاعته ويدي نسخه اللي بعديه. طب واللي بعديه؟ هياخد نسخه ليه ويدي نسخه اللي بعديه. طب واللي هنا؟ اللي هنا هياخد نسخه ليه ومفيش حد بعديه، وانا مفيش حد بعديه، مفيش ترانكات ثانيه غير اللي جات لي منها الابديت. سبليت هورايزون. الابديت لما هتجيله من على ترانك مش هرجعها مره ثانيه نفس الترانك. المفروض كان يديها لبقيه الترانكات، لو مالهاش حد ترانكات ثاني يقول لك خلاص انا كده اخر واحد المفروض كان يعرف انا المعلومه دي. كده؟ لو البورت بتاعت الراوتر الترانك اللي باصل عليه ترانك هيبعت ترانك. بس بص هو اصل هو مش دايما بورت الراوتر بالظبط والراوتر هيبقى اللي ما بيفهمش البي تي بي. بس بص هو مش دايما البورت اللي ما بين السويتش والراوتر بتبقى ترانك. ليه؟ احنا خدنا عشان تراوت ما بين فيلانز في ثلاث حلول. حل تراديشنال البورت اصلا بتبقى مش ترانك ساعتها. حل راوتر وستيك اه دي اللي بتبقى فيها بورت ترانك. حل مالتي لاير سويتش الراوتر ساعتها مش دعوه بقى بالراوتنج اللي ما بين فيلانز مش اصلا برضه ترانك. عشان كده يعني البورت اللي انت تبقى ترانك لو بنستخدم حل راوتر وستيك. انك انت ناوي تخلي الراوتر هو اللي يراوت ما بين فيلانز. احنا ممكن نجيب حاجه اسمها مالتي لاير سويتش. ساعتها الراوتر مش هيوصل ترانك. التراديشنال سوليوشن كابلات كتيره طالعه من الراوتر كل كابل على فيلانيه. ساعتها مش هتبقى ترانك هتبقى اكسس اصلا. عشان كده بس هو بيبعت طبعا على ترانك. يعني هو بيبعت الابديت على ترانك. الراوتر ما بيفهمش خالص البي تي بي. طيب اكونفجر ازاي البي تي بي؟ هو البي تي بي محتاج هو مش محتاج بلاي اند هو محتاج بس تديله زقه يعني كيك ستارت تزقه زقه يشتغل ازاي؟ لو عايز تشغل البي تي بي هو كوماند واحد بس تكتبه على اي سويتش من الموجودين يشتغل على الكل يعني اكن بالظبط الكوماند اللي انا هكتبه ده اول ما تكتبه اكن السويتش بيروح قايل يا جماعه بيقول لي شغلوا دي تي بي البي تي بي يعني البي تي بي عشان يشتغل مش بلاي اند بلاي قوي يعني بص انت هتديله بس زقه كده وهو هيكمل. ايه الكوماند اللي بيه تشغل البي تي بي على اي سويتش؟ اقف على اي سويتش. لو عايز طبعا تجرب الكلام ده على الباكيت ريسر براحتك بس البي تي بي ككونفجريشن مش عليك كسي سي ان اي. كسي سي ان اي عليك الكونسبت بس انك تفهم يعني ايه بي تي بي. الكونفجريشن اتلغى في الكورس الجديد. الكورس القديم هو اللي كان فيه كونفجريشن وحاجات زي كده في البي تي بي. اساس القرار ده لا كفايه على سي سي ان اي يفهم الكونسبت بتاعه عشان خاطر هو حاجه سيسكو مش ستاندرد. اما الكونفجريشن بس انا اقول لك الكوماند اللي هو كوماند بسيط خلاص اللي هو في باكيت ريسر يبقى بالعكس استفدت. تيجي على اي سويتش تروح قايل في تي بي دومين وتروح قايل اسم. اسم مين؟ الشركه بتاعتك. لو انت شركه بنك السي اي بي، لو انت البنك الاهلي، لو انت شركه مش عارف ايه، اكتب بس اسم شركتك وخلاص. يعني ايه كلمه دومين؟ الدومين يعني اوتونومس سيستم مصغر. لكن كلمه اوتونومس سيستم او قرارات واصله لبعضيها المصغر يعني الجزء من الاوتونومس سيستم بيسموه دومين. فبيقولوا على الاجهزه اللي في الان مش اوتونومس سيستم، اوتونومس سيستم ده بيبقى فيها راوترات وفيها وان فحبوا يطلعوا مسمى اصغر شويه اللي هو جوه اللان. قال لك نسمي اللان دي اللي فيها في لانز كتير ايه؟ قال لك هنسميها دومين. فما هي معنى كلمه دومين؟ اوتونومس سيستم بس على صغير. اوتونومس سيستم بس جوه اللان. فالاوتونومس سيستم لو ان لان بس مش اوتونومس سيستم، اسمه دومين. فسيسكو كعادتها بتحب موضوع حقوق الملكيه. فاكر في الاي او جي بي في حق الملكيه؟ انت لازم انت بتكونفيجر اي او جي بي تحط رقم بدور السيستم اللي انت شغال بيه عشان خاطر يضمن ان انت واخد رقم بدور السيستم. ولو مشغل البي تي بي لازم تحط الدومين نيم اسم الشركه بتاعتك او الاسم اللي انت ايه مسجله للشركه بتاعتك عشان خاطر نشتغل. المهم انت ممكن تحط اي اسم يشتغل بس يعني ايه سيسكو محرجها هنشوف. لو كتبت الامر ده على اي سويتش من السويتشات اللي في شبكتك ان شاء الله يكون الف سويتش. السويتش اللي هتكتب عليكم ده هروح مزعق فيهم كلهم يا جماعه قول لكم شغلوا خلاص البي تي بي. يعني لو شغلت بس البي تي بي على سويتش بيشتغل على الكل. مش محتاج تقعد تكتب الكوماند ده على سويتش سويتش ماشي. بعد ما اكتب الكوماند ده هعمل ايه؟ هتبدا تكريت الفيلانز تقال او تديليت او توديفاي زي ما انت عايز. الامر اللي هتكتبه على سويتش من دول هيبقى عدوى تنتشر في الشبكه كلها. كل الشبكه هتعرف اللي حصل للسويتش ده وهيبقى عندها نفس الفايل. الفايل ده يبقى واحد موحد على كل السويتشات وبيتخزن في ميموري اسمها ايه؟ بيتخزن في ميموري جوه سويتش
اسمها الفلاش. احنا لسه طبعا ما خدناش الميموريز بتاعت السويتش بتاعت الراوتر. ايه خدنا يمكن في الانترودكشن شويه بسط حاجات بسيطه في اللاب الاول. قلنا ان الكونفجريشن بتبقى خدمات وبنسيب في الانجرام الاي او اس بيبقى في الفلاش. بس احنا لسه ما خدناش الديتيلز. الديتيلز بتاعت دي لسه في المحاضره الخامسه في السويتش. ناخد بقى الفلاش والانجرام والراوتر بيقوم ازاي، لان في بعض الناس شفتهم قاعدين بيحلوا الاسئله دي وقفوا فين. احنا لسه ما خدناش اصلا الحاجات دي. فالراوتر السويتش بيخزن الفيلان والداتا فين؟ في الفلاش ميموري. طب والراوتنج تيبل والحاجات التانية في بتبقى في الرامات. كل ده في الرامات. طب والكونفجريشن في السي في الان جي رام لسه هنقول طبعا كل حاجه. طب لو انا بنيت الفي لان دوت دات ده على سويتش واحد دالت على شغال وشغال في تي بي وشغال في تي بي مش هيتعلمه ولا هيدلت على كله؟ هيدلت على كله. لا بس قصدك ايه؟ دلته بالكوماند دي ولا كانت فيلانيه ولا نايه؟ لا دلته على مش فيلانيه فيلانيه دلته على الفي على سويتش كله. ارجع له تاني. ارجع له تاني. ارجع له تاني. ليه بقى؟ لما السويتشات تلاقيه معهوش جلاند دوتات هتقول له ايه ده انت معكش جلاند دوت خد دي تروح مدينه جلاند دوتات تاني. فكل ما تيجي تمسحهم من على سويتش هم يبعتوا له تاني. لا لو مسحتها واحده واحده يتمسحوا من على سويتش او ممكن تمسح مجموعه مجموعه. لكن لو مسحت الفايل من الفلاش نفسه هم يروحوا بعتين له تاني. يقولوا ايه ده انت مسحت الفايل؟ طب انت كده ناقصك جلانات خد دي. انت ممكن ساعتها لو مثبت تمسحهم من عليه؟ لا لا ده انا بسال السؤال مش بس يعني غير الدومين غير الدومين يعني حطوا الدومين تاني. حطه في اسم شركه تاني وتعمل اللي انت عايزه عليه مش هيتاثر على ممكن اعمل باك اب؟ ممكن خلاص لو وصلت تغيره عليه كل ما هتمسح الفايل كله على سويتش وفلاش هيرجع له تاني. طب احطه في دومين تاني بحيث ما ياثروش هم عليه. هم دلوقتي مش معاك نفس البروسيس يعني هتبقى نفسه تكتبه شركه تانيه وامسحوه مش هيرضى ياخد منهم كويس. لو مصر عليه انك انت بتمسحه على ده بالذات في اسباب يعني في سبب ممكن ساعات ايه عايز يغفل السويتش لفوق يعني يرجع له لفوق بس اغير له الدومين بتاعه يبقى بعيد عنه. يعني هو بالنسبه له انا شايف ان هم اوتونوم سيستم اوتونوم سيستم ما ناخدش من بعض اي معلومه وتمسح اللي انت عايزه لا ياثر بيهم ولا يتاثر. دلوقتي انا لو مثلا ان احنا مثلا لو هنشيل مثلا سويتش كامل تمام انا هبلغ الفي تي بي ان انا في سويتش لا الفي تي بي ملوش دعوه بدي. الفي تي بي ملوش دعوه غير بالامرين دول تمام. انا هقول لك يعني بص حتى في امر اسمه اي بورد في اي بلاد الفي تي بي ملوش دعوه بالامر ده خالص. الفي تي بي ملوش دعوه باي بورد حتى تبقى في اي بلاد. يعني مثلا لو دي بورد زيرو على واحد في فيلان واحد بص هنا زيرو على واحد دي فيلان اثنين ينفع 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 تبقى بورد واحد على سويتش ده فيلان اثنين بورد واحد هنا فيلان واحد. الفي تي بي اصلا ملوش دعوه بالمعلومات دي. الفي تي بي ملوش دعوه بالمعلومتين بس ايه المعلومتين دول؟ فيلان رقمها كام واسمها ايه؟ هو الفيلان دوت ده فايل بس. بص هو هدفه ايه؟ يسنكرمايز الفيلان دوت بس. لكن سويتش يقع ملوش دعوه. لو شلت بس الفيلان فيلانات بس بالظبط. يعني لو تشيل فيلانات بص تقاد او تدريت او توديفاي فيلانات الفي تي بي ليه دعوه بالحدود دي. هو بيراقب الموضوع ده. لكن اي حاجه ثانيه في بروتوكول ثانيه بقى معنيه ان السويتش لو يقع اسكالي تري تفكر في سكه ثانيه. يعني في بروتوكول ثانيه تفكر زي تعالج انك تقول اي بورد في سويتش تبع اي جيران. خلي بالك بس اي بورد تبع اي جيران بتختلف من سويتش لسويتش. يعني مثلا هنا السويتش ده بورد واحد في جيران واحد وبورد اثنين مثلا في جيران اثنين وبورد ثلاثه في جيران واحد برضه مثلا. تيجي على سويتش ثاني في دور ثاني ممكن يطلع قصه غير بقى عكسها اصلا. يعني ممكن يطلع بورد واحد في جيران اثنين وبورد اثنين في جيران واحد. يعني ممكن يطلع قصه مختلفه. وعليه الفي تي بي فعلا ملوش دعوه خالص في اي بورد في اي جنان. وعلى اساس كده بتوصل اجهزه بس. طيب وعلينا المهم عشان نقدر ان احنا نعمل بورد في سويتش في لاب احنا عندنا الطريقه اللي احنا عملناها في اللاب اسمها الطريقه الاستاتيك. الطريقه الاستاتيك اللي هي بتخش جوه الانترفيس وتروح قايل له الكوماند ده يا بيبي ما دي حته. تروح قايل له الكوماند ده سويتش بورد اللي هي اكسس حطها في لان وتحط رقم الفي لان. يعني استاتيكلي تقول له البورت اللي هي اكسس حطها في لان 2. خلي بالك طبعا البورت اللي في لان 2 مستحيل تبقى ترنك. بورت وفي لان واحده دي ما اسمهاش ترنك. البورت اللي في لان واحده اسمها اكسس. قول البورت اللي هي اكسس دي هنخليها في لان 2. طيب الطريقه دي او الكومنت ده محتاجين للاسف نكتبه. ليه محتاجين نكتبه؟ الطريقه الديناميك بتاعته او البديل ليها غاليه شويه. عشان كده الطريقه دي شغاله بنسبه 98% وعشان كده دي بيسموها طريقه السي سي اي طبعا طريقه مستخدمه كتير لازم الام يعرف. في طريقه ثانيه في الحقيقه دايناميك ما تكذبش عليك شغاله بنسبه تقل عن 2% ودراسه الطريقه دي بالتفصيل بتبقى في كورسات السي سي اي دي. اشمعنى؟ قليلين بيستخدموها بيقول لك خلاص يعني طالما قليلين بيستخدموها يمكن في مصر مش شبكه واحده بس شغاله فيها.
شبكة واحدة بس شغالة دي شبكة المطار اللي شغالة بطريقة. يمكن في شبكات تانية ظهرت طبعا ولاد كبيرة ضخمة بدأت تفتح فيمكن يشتغلوا بيها ولا ما اعرفش. بس اللي عدت سنين طويلة اسأل اي حد شغال في اي شبكة يقول لي لا يا باشا احنا شغالين بالطريقة الاستاتيك. ايه ده المطار اللي احنا شغالين بالطريقة دي يعني. فدول دايناميك عشان قليلين بيستخدموها تخيل مين بس اللي اشتغل بيها. ايه اللي في المطار؟ يقول لك خلاص يبقى ما نحملش على كل الناس تتعلمها اللي يبقى فيهم العين اكسبرت. هو بقى اللي ايه؟ يبقى يكمل تعليمه ويعرف الحاجات اللي مصابين في الدنيا اللي ناقصينه يكمل بيهم. هو خبير الوحيد اللي يعرف حاجات ما يعرفهاش غيره. بس انا محتاج بس احكي لك عنها نبذه يعني انا احكي لك عنها نبذه بحيث برضه تبقى عارفها لو الدنيا وسعت شويه في مصر الدنيا كبرت في مصر وحجم الاعمال زاد تلاقي ناس كتير بتبدا تشتغل بيها. بص هو عادي مثلا ان الطريقه دي محتاجه تكامل. ليه؟ محتاج انك تجيب في اللاب بتاعتك سيرفر مخصوص عشان تكونفيجر البيانات. يعني غير انك تجيب سويتشات وراوترات وكونفيجرات هتروح جايب لك سيرفر. اقل امكانيات في السيرفر ده هتخلي سيرفر في حدود 6000 جنيه، 6000 جنيه سيرفر ده احقر سيرفر في العالم. يعني سيرفر يعتبر حقير جدا. بي سي عادي. طبعا يعني كانه زي بي سي عادي بس امكانياته حلوه شويه يعني كويس شويه. فتجيب لك سيرفر مثلا ب 6000 جنيه حلو؟ سيرفر اهو. طب وبعدين؟ وهتنزل عليه سوفت وير. السوفت وير ده عباره عن ابلكيشن سيسكو بتنزلها وغيرها بينزلها يعني ستاندرد مش سيسكو. يعني المره دي البروتوكول او الفكره الثالثه دي التاسك ده ممكن تتم بشكل ستاندرد. فهي فكره ستاندرد عباره عن سيليهيه. حلو السيليهيه دي ثمنها قد ايه؟ السيليهيه دي ثمنها 40,000 جنيه. انا عارف ان السيليهيه ما تساويش جنيه بس اللايسنس بتاعت السوفت وير بتاعت الابلكيشن دي هي اللي ثمنها هي اللي ثمنها بيكرك يعني كده؟ مفيش كراك؟ ممكن تلاقي كراك بس انا قصدي لو شركه كبيره ولا حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك نخاف ان احنا نكرك. برضه معلش هو بالظبط مش 400,000 39,999 عشان الضرايب. الظرف بتاع الكفر لا الظرف بتاع الكفر هو اللي فانت وفر وما تجيبش ظرف يعني كده كده السلايه هتطلع فمش لازم السلايه بتعمل ايه؟ ايه يا باشا؟ تخيل صح ما جاتش على دي صح. المهم السلايه دي هتسطبها حلو. اول ما تسطبها هتفتح لك جدول فاضي بس يعني ايه يا سيدي؟ تفتح لك جدول وفاضي، هو في خانتين ملايين بس الباقي فاضي. خانه مكتوب فيها مان وخانه مكتوب فيها بيان بس والجدول دي اللي هيملاك انت اللي تملى الجدول دوت. وعشان كده لو رحت لمديرك قلت له يا باشا احنا عايزين نجيب السيدانيه الفلانيه. اقول لك وماله عايز تجيب السيدانيه دي ليه؟ يقول له عشان اسهل على نفسي الكونفجريشن. تسهل على نفسك الكونفجريشن انت تعبان ولا ايه؟ طب لو تعبان من الكونفجريشن بتاعتنا قول لي من بكره ما تجيش وريح خالص وابقى بدل ال 40,000 جنيه هندفع لك مرتب احنا بقى نشتري بيهم السيدايه دي. او ممكن مديرك يطلع طيب يقول لك وماله احنا بنحب نريحك بس السيدايه دي هتعمل ايه؟ انت هتجوز تقول له ايه؟ جدول فاضي. جدول فاضي. جدول فاضي. 40,000 جنيه ايه فلوس الشركه دي؟ ارسموا على الاكسل ارسموا لي على الورد احنا جايين هنعمل جدول فاضي مش هيقدر المشكله عارف انت بتوضح له هتقول له وممكن يقعد على راسك يعني يقول لك ايه انا اقعد اشوف الجو ده يعمل ايه يبقى يجي له فعلا فاضي يقول لك انت ينفع 40,000 بس هي الاكشن نفسه مش في الجدول الاكشن نفسه في الابلكيشن نفسها. الابلكيشن نفسها بقى بس بتعمل ايه؟ الابلكيشن نفسها اسمها في ام بي اس يعني السيدهايه دي السيدهايه عليها ابلكيشن اسمها في ام بي اس اختصار لايه في ام بي اس؟ في لان ممبر شيب بوليسي سيرفر. السيدايه دي لما تتسطب على سيرفر بيبقى اسمه في لاب ميمبر شيب بوليسي سيرفر. ده عنده سيرفر خالص. ايه ده؟ اشتغل على ويندوز اشتغل على لينكس. طيب هتعمل ايه ويندوز؟ هتعمل ايه؟ هيفتح لك جدول فاضي انت بتدي بيه بقى الجدول الفاضي ده تروح جاي كده ايه؟ مين ايه ده؟ الماك ادرس بتاع الجهاز ده. مال في فيلان اهو. بي اللي هو مين بي؟ اللي هو الجهاز ده. في فيلان دي. سي اللي هو الجهاز ده. برضه في رمون وتقعد تملى الجدول بالمجات وهو شيء متعب طبعا او في حاجه ثانيه ممكن بالاي بي هات يعني مش كده تقول له ايه؟ الاي بي هات الفلانيه السطر الفلانيه في رمون شو ارض بتقول تعمل نفس الجدول بس بيجيب لك مجات واي بي هات بتجيبهم من الارض مش في اي بلانات يعني في الاخر عشان هو بيجيب لك اي بلان بس البلان دي انت حددتها ازاي؟ بايديك ستيب مش تعرف الديناميك ده بيعمل ايه بقى؟ ده اللي بيكون لك الجدول اللي انت بتشوفه بس انتوا شايلين ده مش شايلين ستيب في الاخر الشغل انت بتعمله ده طلع لك واي بي هات وفي اي بلان اللي انت تركته على ده بالجمل ده لكن عشان خاطر بقى كنت توصل اصلا لمرحله اي بوت في اي بلان لكن خدت عناء كبير قوي عشان تسهل على نفسك الفي ام بي اس هيبقى الحل. بيعمل ايه بقى الفي ام بي اس تاني؟ بص تبنى انت جدول الفاضي ده مكات او اي بي هات بالديناميك ماشي
ايه اللي هيحصل؟ اول ما الكمبيوتر يوصل سويتش هيعمل ايه عشان هو مش عارف هو تبع اي بلان؟ يعني السويتش مش عارف البورت دي هتبقى اي بلان، انت مش كاتب له ده. فبيعمل ايه سويتش؟ اول ما توصل للكمبيوتر على البورت بيروح يسال السيرفر. فالسيرفر هيعمل ايه؟ يقول لك اه انت بتقول عايز تعرف بي في اي بلان؟ بي في بلان 2 يعني تاني ازاي بي بقى في بلان 2؟ هي مش جايه باي بالديفولت بلان 2 وانت ما عرفتش كونفجريشن بلان 2 ده متسجله في السيرفر ده. يعني اللي بيحصل ان كل سويتش يعني اي حد وصل كويس يبدا السويتش يروح يسال السيرفر يقول له لو سمحت انا ظهر عندي جهاز ماكو كذا او اي بي وكذا احطه تبع اي بلان؟ فيقول لك حطه تبع بلان 2. الميزه فيها ايه وليه بيشتغل بيها في المطار؟ في المطار السيستم كالاتي: طياره الاماراتيه للطيران دلوقتي حاطين كمان شويه حاطين، فيبداوا يقفوا الموظفين بتوع الاماراتيه للطيران على كاونترات عشان خاطر يشوفوا الناس ويديهم تذاكر ويشيلوا نفوشاتهم ويبذلوها وكلام من ده. المهم الاماراتيه للطيران ليهم كمبيوتراتهم ليهم الاجهزه بتاعتهم، فاول ما تظهر المكان بتاعه الاجهزه بتاعه الاماراتيه للطيران الكاونترات دي كلها تبقى فيها مثلا 70. ايه اللي حصل؟ طياره الاماراتيه للطيران طارت خلاص، الموظفين مش فيهم ناس موجودهم دلوقتي بيروحوا او يريحوا. جت كمان شويه الكويتيه للطيران، ايه اللي بيحصل؟ على نفس الكاونتر يجي يروح الموظفين بتوع الكويتيه للطيران جايبين كمبيوتراتهم وحاجتهم ويروحوا واقفين عشان خاطر يستلموا الشنط من الناس اللي مسافره على الكويتيه، موظفين تانيين. ايه اللي يحصل ساعتها؟ يحصل ساعتها لازم يكون المكان بتاع موظفين الكويتيه للطيران في بلاد ثانيه. فالميزه في ايه؟ الميزه في برنامج جراند بوكر شيك ان اللي هيوصل على البورت بتاع السويتش، السويتش يروح يسال السيرفر، فالسيرفر راح راجع قايل له ايه؟ قايل له حطه بلاد 70. روح ده ايش ده؟ وصل الجهاز بلاك ادرس تاني على البورت دي، فساعتها البورت هتروح تسال السيرفر، السيرفر هتروح خليك فيلان مثلا 80 71. فالقصد ان الفيلان او البورت نفسها بتتغير دايناميك، البورت مش شرط تبقى فيلان بشكل ثابت، البورت شويه فيلان 70 شويه بعد كده فيلان 80 شويه فيلان 71، يعني البورت قاعده بتغير الفيلان بتاعتها حسب ايه؟ حسب مين اللي وصل ايه؟ سواء مكان أي سواء ده ممكن اعمله ستاتيك عادي. ايه ده؟ ممكن اعمله ستاتيك عادي بطريقه اه طبعا ممكن عايز تعمل ستاتيك، بس هيحصل ايه بقى؟ كل ما تيجي الطياره طالعه هقعد اعمل هتقعد تكونفيجر تاني بالظبط، الموظفين في الطيران يقعدوا يعملوا كونفيجريشن مره ثانيه. خلي بالك كل شركه طيران وليها قاعده بيانات وسيرفر، يعني ليهم سيرفر اه طبعا وليهم قاعده بيانات بالعملاء بتاعتهم بالطيارات بتاعتهم، فانت مش عايز تدخل الطيارات في بعضيها، عشان كده كان لازم كل واحده فيهم تكون في فيلان لوحدها. بمعنى انك يوم تبقى شبكتك فيها موبيليتي كتير الطريقه دايناميك هي الافضل. ليه افضل؟ بي شويه وصل هنا شويه وصل هنا شويه وصل في حته ثانيه شويه رجع يوصل في الاول خالص. فالسيرفر قاعد بيعمل ايه؟ السيرفر قاعد بيحط في نفس البلان بتاعته مهما كان مكانه فين. يعني البلان مش ستاتيك معاك، البلان بتتغير معاك، كل ما جهازك يروح في حته البلان بتاعتك بتروح معاك. ولازم عشان اشغل عشان اشغل السيرفر ده لازم يجيب اللايسنس بتاع السي دي. لا اه او لو هتكرره يعني، بس يعني اعتبر شركه كبيره مش هتكرر حاجه زي دي، يعني حاجه زي المطار مستحيل يكرر حاجه زي دي. كنا اصلا نجيب ويندوز كله ويندوز لايسنس، شركات كبيره لازم تكون جايبه ويندوز لايسنس، لازم تكون جايبه اي اوبريتنج سيستم بتاعك كله لايسنس، اي حاجه تكون لايسنس، فهعيبه على دي وهيقول لك هتضرب. فالسوفت ويرز لازم تبقى اون كريدت، لكن اه في ناس بتعمل كريدت للمطار فينا ترايل فيرجنز. طيب وخلينا جاي ستاندرد سيسكو، انا عارف لو سيسكو تقول لك ممكن الموضوع اصعب شويه، طالما هي حاجه ستاندرد سهله قوي ماشي. هو ليه ما يخليهاش في ستاتيك اصلا؟ لو انا بدخله في الجراند داتا بيز دي ليه ما يخليش انا مش ستاتيك؟ لو عملت جراند داتا بيز مش ستاتيك، ستاتيك انك تيجي على البورد دي تقول لها دي جراند خلاص جراند، لو جهاز ده وصل بقى جراند 2 شركه الجهاز لو حطيت واحد مكانه يبقى برضه جراند 2. لا ده مش الفيلان توت، اه الفيلان توت ده مش ده مش ده اه مش ده ما يكونش ده انترفيس كمان ولا قصدك على ايه؟ لا الموبايل ماشي اه ده فكره ثانيه، فكره ثانيه هو ده يعتبر كده بس ما بيتمش. عايز الفي دي بي يحصل له ايه؟ هي الفي دي بي حاجه جديده فيرجن جديده. ايوه انا فاهم قصدي، انت عايز تخلي الفي دي بي يضيف كمان المكان بتاع الاجهزه. والله فكره مش وحشه، فكره مش وحشه. انا اتكلم الكلام ده مثلا عن كور مكاتب مع بيانات وينتشر لكل سويتش كده، فكره مش وحشه خلاص. ده المشروع الجديد بتاعك. طيب زي ما انت شايف كده احنا كده بنحاول نعمل ايه؟ زي ما انت شايف بنقلل الكونفجريشن اوفر هيد، بدل ما يبقى عندك هيد الكونفجريشن كتير عندنا الكل التاسك مفصل انك انت تقلل الاوفر هيد بتاع الكونفجريشن. طيب نقطه كمان، ايه النقطه كمان؟ احنا ممكن فعلا نضطر نستعين ساعات بحاجات ستاندرد ساعات بحاجات سيسكو، فيفضل بعد برضه كل الحوار اللي احنا بنعمله ده لينا احتياج ان احنا نخش على سويتشات كتير. ابسطهم مثلا وانت بترافل شوت، يعني بعد حتى ما استخدمت ممكن تكون حاجه سيسكو، انت
تحتاج تعمل ترابل شوت. اعمل ترابل شوت ازاي؟ انك انت تروح جاي على سويتش عشان تعمل شوت زي اني شمال. اقول لك ايه هي الشمات اللي علينا في سويتش لغايه دلوقتي؟ زي مثلا تاكيد تخش على سويتش تعمل له شوت مش شوت سباني. طبعا لو جيت تعمل شو محتاج تعمل شو على مين؟ على سويتش، على سويتشين، على ثلاثه، هيبدا يبان لك التعب ده. ليه؟ البروتوكولز، البروتوكولز اللي احنا كنا لغايه دلوقتي كانت بتخلي الكونفجريشن تو مينيمم. هكونفجر على سويتش والباقي يبقى كونفجر، هكونفجر على سيرفر وانا قاعد في التكييف وكل حاجه تبقى كونفجر. اوصل بس الباقي اللي الدنيا يشتغل. بس يوم ما تيجي تعمل شو محتاج لازم تخش على سويتش. وعشان تخش على سويتش، سويتش مثلا متعلق هنا جنب التكييف، سويتش في المبنى اللي هناك، سويتش في المبنى اللي ورا، كل دي شبكه كبيره ليا. عشان خاطر اروح اعمل شوهات وكلام من ده عشان اتربي شوت بس مشكله حصلت ساعتها، ده اكيد هيبقى بالنسبه لنا مجهود كبير. يعني باشمهندس هشام كان بيقول مثلا حصلت مشكله ما اعرفش في المبنى الخامس في سيتي ستوب. معقول كل ما تحصل مشكله في مبنى يروح واخدين الموظفين ولا التيم يروح هناك بنفسه عشان خاطر يعرف يشوف الكلام ده؟ شو زي شو سبينج تري؟ في شو ايه تاني مثلا؟ في شو فيلان؟ ده بيوريك الفيلان قدام. في شو كمان؟ زي شو انترفيس ترن؟ وفي شو ما خدناهوش مع سويتشنج خدناه قبل كده؟ شو بورت ستيتس؟ في شو بورت ستيتس؟ بس زي السي سي ام. في شو اسمه شو ماك داش ادرس داش تيبل، ده اللي خدناه قبل قبل عيد. حد يفتكر الشو ده بيطلع ايه؟ شو داش ماك ادرس ده بيطلع شو ماك داش ادرس داش تيبل بيطلع بتحط الماك وبعد كده يجيب لك الفيلان ويجيب لك البورت كونكتد ولا لا؟ اللي هو بيجيب لك ايه بقى؟ بيجيب لك ايه؟ مكتوب من كام صف؟ زي ما انت قلت من ثلاث صفوف. الماك وعلى اني فور وفي اني فرع عندي صح؟ فده اللي هو الماك ادرس. انت حفظت الشغل؟ الشغل ده عذاب. طيب فشو ماك ادرس طلع لك الماك تيبل. هو فعلا الماك تيبل بعد ما عملنا جلانس بقى كام خانه؟ ثلاث خانات مكان بالبورتات بفيلان. طيب المهم عشان اعمل مثلا شو على سويتش، شو على سويتش تاني ده ترابل شوت مشكله، هضطر اروح بنفسي كل مره عندي ايه مفتح ايه مفتح. مش محتاج كل مره تروح تكونفيجر السويتش، تكونفيجر السويتش او تعمل شو السويتش سويتش بنفسك. ممكن تروح من باور. يعني يعني ممكن ان احنا نمانج السويتش ريموتلي. يعني ايه مانجر السويتش ريموتلي؟ يعني استخدم ابلكيشن من الاثنين، سيتلت يا اس اس اتش. حد يفتكر ايه هو الاس اس اتش؟ انكريبتد تلنت صح؟ سكيور شيل اللي هو انكريبتد تلنت. يعني انكريبتد تلنت انك انت تقدر تتلنت بس كل الكونفجريشن اللي بتكتبها تكون مشفره انكريبتد تلنت. فممكن نستخدم تلنت او اس اس اتش. طب هو السويتش ينفع نتلنت عليه؟ السويتشات الغاليه، السويتشات الكبيره بيسموها المانجد سويتشز. السويتشات زي اللي عندنا في البيت بيسموها ان مانجد سويتشز. دي لينك والحاجات دي؟ اه دي لينك والحاجات دي بالظبط كده. اللينكس الحاجات الصغيره الرخيصه دي تبقى اسمها ان مانجد. يعني ان مانجد لا ينفع تعمل عليها ولا ينفع كونفجرها اصلا بالكونسول. يعني ايه؟ هو جاي جاي بالبروتوكولز بلاج اند بلاي توصل يشتغل، والحاجات اللي محتاجه كونفجريشن مش بيشتغل عليه خالص. يعني اي بروتوكول نيدز كونفجريشن اصلا مش شغال عليه. يعني جاي مثلا شغال تنت دي باي ديفولت، دي تي بي باي ديفولت، فده اسمه ان مانجد وما ينفعش يتغير او الغي ديفولت. اما المانجد لا ما ينفعش اوصل عليه هايبر تيرمينال بالظبط كده. دول اسمهم ان مانجد. زي التحقيق، التحقيق مستحيل اعرف اوصل عليه سويتش بيت مش الراوتر نفسه. السويتش نفسه شخصيا انا ما اقدرش زي السويتش الصغير اللي هو هنا اللي هو الراجل الصغير اللي عندي طلعه سويتش دي لينك دي لينك العادي ايوه اه 60 جنيه لا 60 جنيه بقى 20 جنيه 20 فسويتش زي ده بقى لا فيه بورت كونسول ولا ينفع اتلمت عليه ولا اي حاجه خالص. ده اسمه ان مانج سويتش. احنا بنتكلم على السويتشات بتاعت الشركات العاليه جينيفر وهواوي اتش بي الحاجات اللي بيسموها مانج. مانج دي يعني ليها كونسول اقدر اكونفيجر منه او اقدر اكونفيجر باي تلمت او اس اس اتش. ايه الفرق بين التلمت اس اتش؟ تلمت هتخليك تكونفيجر ريموتلي والاس اس اتش هتخليك تكونفيجر ريموتلي بس الكونفيجريشن كلها تبقى متشفره عشان لو حد بيتجسس على شبكه. طيب المهم بقى عشان خاطر اقدر اخلي سويتش ينفع يتنت عليه او الاس اس اتش لازم اشغل سوفت وير اسمه ايه؟ السوفت وير لازم طبعا صح؟ فخلينا نقول لازم اشغل سوفت وير اسمه في تي واي. لازم عشان خاطر السويتش تقدر تنت عليه بس وانت بتطلع السويتش والكرتونه كده وتكونفيجره عشان بعد كده في المستقبل ابقى قاعد هنا اتلت على ده اتلت على ده اتلت على ده من بره شبكتي اتلت عليه
لازم السويتش تعرف له او تقول له سوفت وير بتاع الفي دي واي. انا اقول له فيديو دي واي السويتش بيبقى عليه في دي واي من 0 ل 15. يعني كام في دي واي؟ يعني كام واحد يقدر يتلت عليه في نفس الوقت؟ 16 واحد. يعني ممكن اب تو 16 واحد يتلتوا على نفس السويتش سيمالتينيسلي في نفس الوقت. انا لو عايز واحد بس يتلت اكتبها ازاي؟ فمن 0 ل 15 ده عدد الناس اللي انت عايز تخليهم يتلتوا على السويتش. الماكسيمم بتاعه 16 ديفايس كان تلت ريموت اون ذا سيم او اس اتش ريموت اون ذا سيم. طيب بص معايا بقى الفي دي واي. طيب ماشي بس ما حضرش معانا الانتروداكشن. الراجل ده حقك عليا يا باشا. الراجل ده جه من نص الاوتنج. بص يا باشا ايه بقى الفي دي واي؟ بس بص انا سالت السؤال ده في الكورس اللي فات بس صدمت. يعني صدمت ليه؟ كانوا حاضرين لكن انت معاك. بص هو الفي دي واي هو سوفت وير على جوه قلب السويتشات وجوه قلب الراوتر. السوفت وير ده لو ما اكتفتوش ما تقدرش تلت على جهاز. يعني مستحيل تعرف تلت على جهاز. بمعنى لو انا ما عملتش كوماندز جيد على سويتش او على راوتر ما عملتش مثلا خلايا على راوتر. لو جيت على راوتر ما عملتش موضوع الفي تي واي اللي هو سوفت وير اسمه فيرتشوال ترمينال. فيرتشوال في تي فيرتشوال ترمينال. السوفت وير بتاع الفي تي واي ده ما اشتغلش. لو جيت اتلت على اي راوتر يقول لك ما فيش حاجه اسمها تلت. بمعنى التلت كابلكيشن او الاس اس كابلكيشن محتاج يتاكتف. عارف زي ما انت محتاج على راوتر شت داون التلت الاس اس اتش محتاج يتاكتف. هم قالوا طب نسمي السوفت وير بتاع التلت الاس اس اتش خافوا التلت يزعل وخافوا الاس اس اتش يزعل. ما ممكن يسموها على واحد من دول. ممكن يسموها لاين لاين اس اس اتش. فهم سميناها لاين فيرتشوال ترمينال اللي هو تلمت اس اس اتش اي حاجه من الحاجات دي يقول لك جايز حد في المستقبل يخلقوا حاجه تانيه. فقال لك هنسميها فيتو وورد. فالفيتو وورد هي السوفت ويرز اللي على الراوتر او السويتش اللي ممكن تخليك تتلم او تي اس اس اتش. ما هم عندهم في الشركه. طب انت في نفس الوقت؟ بصوا دي لو في جيبه كذا كذا اف يعني اف في جيبك انت هنا. طب انا عايز اقعد معاك شويه في البريك عشان انت بتصور الكلام ده؟ توحشني كتير. طبعا فاعطيت الباسورد فاكر لوجن لو حد حاول يلوجن عليك السويتش يسأل عن الباسورد. خش باللاب. ايه ده؟ تخش باللاب والباسورد. اه ممكن ابسط لو جاي معاك. طب لسه. له لوجن. طيب كده انت عملت باسورد. في الغالب في الشركات الكبيره بيعملوا السكيورتي بخطين دفاع. غير ان هم يقولوا الباسورد دي بس اللي تدخل لازم يتنف. بيعملوا اكسس ليست. بيجيبوا عاملين اكسس ليست بحيث يسمحوا لناس معينه في الشركه ان هي ناس معينه دي الادمنستريتورز. هم بس اللي يتلتوا. يعني مثلا يعني مثلا شبكه في ادمنستريتور واحد مين ده؟ اللي هو ده الاي بي بتاع جهاز 10 تو 12 تو 12 ادمنستريتور واحد يعني واحد بس مسؤول عن الشبكه اي بي جهازه زي ما هو. انا عايز اعمل ايه؟ انا مش عايز اي اي بي تاني يجي يتلت بالحظ يضرب اي باسورد يخش. يعني عايز احكم التلت بفاكتور تاني غير الباسورد انه ايبيات معينه هي اللي لو تلتت ابقى اصلا اسال على الباسورد. يعني احط خط دفاع اخر للفي تي واي. ينفع كده على الكروت ينفع سويتشات ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها اكسس ليست. لكن ايه اعمل ايه؟ وانت على الكونفيج داش لاين عايزه انت على الكونفيج داش لاين فحيل له كده اكسس كلاس اكسس كلاس اكسس كلاس. انت ما حدش مذاكر ليه كده؟ ما حدش ذاكر. لو حد كان ذاكر كان لقى ان السؤال ده موجود وما جبناش سيرته خالص. لو كان حد ذاكر كان لقى في فقره عندي وما جبناش سيرتها خالص. يعني اللي حلوا الاسئله الناس اللي حلوا الاسئله يعني بيجوا 1000 من 1000 الناس اللي عارفين هنذاكر ايه بيجوا 1000 من 1000 وحاجات زي كده. فجم قالوا لي فعلا ايه بعد ما خلصنا اكسس ليست يا باشمهندس انت ما قلتناش ان على الفي تي واي لاكتيفيت الاكسس ليست الامر اسمه اكسس كلاس. قلت له احنا لسه ما خدناش. محدش حل ورقه ولا شاف الاكسس ليست اللي كان المفروض اعمله بعد كده عليه امتحان. ما عادي عادي يا جماعه عادي ما فيش فرق مش مشكله. اكسس ليست هنذاكر اكيد اكيد في وقت هنذاكر في الاسس. سهل سهل يعني. بص هو المصري يحب دايما يزن نفسه كده لسه في ست شهور صح خلاص. انا هكسب عليك. انا لما خدت السي سي ان اي لما ذاكرت قعدت فيها ست شهور. يعني انا نفسي اقول لك ان انا كنت بطل وبذاكر يوم بيوم ابدا ما حصلش. المهم اكسس كلاس اكسس كلاس وحاجه ال 99 ان مثلا. طب هو انت فاكر 99 دي ممكن تطلع
ستاندرد هتطلع رقم الاكسس. يعني بص انت بعد ما هتكتب الامر ده بص على الفيديو اهي ممكن اكتيفيت اكسس ليفل ممكن اكتيفيت اكسس ليفل بامر اسمه اكسس كلاس. هتلاقي الامر ده بص على الفيديو اهي ممكن اكتيفيت اكسس ليست بامر اسمه اكسس كلاس. المهم الاكسس ليست دي ايه اللي بنكتبها ازاي؟ مثلا بص لو انا عايز اسمح ل 1011 بس يعني مثلا لفظ جهاز جام اسمه 1011 وعايزه هو الوحيد اللي في الشبكه دي اللي يتلت انجازه يعني لو اي حد من اي ناس تاني تيجي تلت التلت ما يرضاش. يعني انتوا عارفين ان الاكسس ليست ده اللي حاضر الاكسس ليست عارفين الاكسس ليست بس بقى في ناس ما حضرتهاش. الاكسس ليست بتبقى بتبرميت اللي انت عايزه ولو انت ما عرفتش برميت انسى الباقي كله اللي معاك. طب قول لي ازاي اقدر ابرميت؟ ازاي اقدر ابرميت؟ الاي كده بس عشان خاطر الباقي كله اللي معاك. يعني لو حد مني كده اكتيفيت الاكسس ليست حد عارف الاكسس ليست تبدا بكلمه ايه في كونفجريشن؟ اكسس تبدا بكلمه ايه في كونفجريشن؟ تبدا بكلمه اكسس برافو. طب حد عارف الشوك ده حشو ايه؟ مش حد خالص هي كلها ايه؟ بكتب اكسس ليست وهي بالميتا دلوقتي وفي الاخر مش اكسس ليست هي دي السكيورتي اللي في الكورس كله وعليها لابين في امتحان لابين. ايوه مش لابين واحد لابين اكسس ليست شفنا لابين اكسس ليست لابين ايه يا جنبي؟ بعد هو خمسه دلوقتي بص هو الامتحان دي خمس لبات نسبة 95% بيجي لهم 3 بس و2 مطرش و2 مطرش وفي 5% بيجي لهم 5 لبات. يعني زمايلكم اللي امتحنوا امبارح اول ما جالهمش غير الثلاثة العاديين واحد اي جي بي واكسس. لو دخلت على لاين تول هتلاقي في لابين ظهر وجداد كل 100 واحد بيخش امتحان خمسة منهم بيجي لهم الخمسة دول. الراوتر باي ديفولت بيروح عامل له ديناي ايه؟ الراوتر باي ديفولت بيروح ضايف سطر بعد ما تخلص يديناي ايه؟ بص لو انا كتبت الكوماندات دي وجيت اكتفت ليست فاكر الموضوع طبعا اكتف ليست الحركه اللي عملتها لك في اللاب عشان تفتكر ما اكتفتش وقعدت اقول لك ايه ده ما اشتغلتش وانت فكرت انت ساعتها انا فاكر انك كنت كتبت قلت لي يا باشا انت ما اكتفتش باكتف الليست على بي تي واي بامر اسمه اكسس بلس. الاكتيفيشن على الانترفيس كان بامر تاني كان على الانترفيس امر اسمه اي بي اكسس جروب في البي تي واي اسمها اكسس كلاس. قال لي يا سؤالين في الامتحان بيقول لك عشان تاكتف اكسس ليست على البي تي واي ايه الامر؟ اكسس كلاس. بعدين يجي بقى سؤال تاني يقول لك لو كتبنا امر اكسس كلاس يبقى كتبنا الليست دي على ايه؟ على البي تي واي. ماشي؟ هما سؤالين بيحب يجيبهم في الامتحان على طول. ايه يا باشا؟ اتفرج بس. طيب بص كده بتقول ايه؟ بتقول هنشغل الليست 99 ان ان يعني ايه؟ اللي عايز ان يتلت على البي تي واي اللي عايز يتلت ان على البي تي واي وهي ما فيهاش غير ان عايز يتلت على البي تي واي ماله؟ اسمح بس طب حلو لو لقى ان الاي بي ده هيسمح له يدلل؟ هيسمح له يدلل بس بشرط يحط برضه الباسورد. طب عندك خطين دفاع مش اي حد كده بالحظ بيدلل هوب تيجي معاه. تعرف ان انا مره كنت في احد المحاضرات بس كان في الصوت كنت بعمل ايه؟ كنت على البروجيكتور وبجرب اتمم فايه اللي حصل؟ عملت تريس. تعرف تريس بيعمل ايه؟ بيطلع لك الهوبات. فاحد الباشمهندسين قال لي يا باشمهندس طيب في التريس في اي بي ظاهر ممكن تتنت لعيب؟ قلت له ممكن اتنت لك على اي حاجه عادي جدا. طلع هو خبيث قوي عارف ان الاي بي ده بتاع الراوتر بتاع الاف بي اي. يعني في الطريق كده الامريكا في راوتر بتاع اف بي اي بتعدي عليه داتا من مصر. شفت كده ابونا يعني نشوف احنا بنعمل ايه. هو خلاص قال لي تلت على داتا عارف انا دي تلت انا بحسن نيه يعني تلت على الاي بي لو عايزه بس هو نفسه يشوف تلاته بتاع المزاد تلت على الاي بي ده. طلع اللي حصل هم سامعين له ايبيات معينه ينفع تلت اي حد تاني يبعتوه فيروس. هوب لقيت الجهاز ده خالص مش ايه اللي حصل؟ لقيته بيضحك فقلت يعني بتضحك عادي ان الجهاز يضل ان انا ما اعرفش يتلت يعني انا قلت له هتلت لاي حد. قال لي يا باشا اصل الراوتر ده بتاع الاي بي لاي حد بيتلت عليه بيبعت له فايروس. يعني بتحبني قوي للدرجه ده يعني ايه؟ بتحبني قوي للدرجه دي انا بعرف ان بعض الناس بتحبني قوي كده بس يعني هيجوا ايه جنب يا باشا هيجي ايه جنب الفيروسات اللي عندك يا باشا هيجي جنب على رايك احنا ربنا انك انت عندك كذا جت على كذا ما فيش جابوني هيجوا جنب ده هاتوا ممكن تلاقي طياره ناس كده. يلا الحته الاخيره عشان سريعه دي رقم الاكسس ليست تبقى عارفه الستاندرد ليست ارقام من 1 دي اسم الليست. طب يلا الحته الاخيره عشان تريح في حد قال لي حته اخيره مهمه اي بي عرفت اثنين عادي اكسس ليست وحط الاسم
يعني المنظر يعني اخر مرة عشان تاكتيفيت الاكسس ليست على النتورك. طب الامر الاخير او الحاجه الاخيره اللي قال عليها الباشمهندس فكرني بيها مهمه جدا، حد مش منسيني هنا افضل، هو مش المفروض عشان تلنت على جهاز بعمل ايه؟ تلنت واحط الاي بي او اس اس اتش، بكتب اس اس اتش كده كده اس اس اتش مسافه واحط الاي بي زي ما بتبرينج على الاي بي بتلنت على الاي بي اس اس اتش اي بي. بمعنى مش هينفع تتلنت على سويتش ده او السويتش ده او السويتش ده او السويتش ده او حتى راوتر الا لما يبقى الجهاز ده اي بي. التلنت دي ابلكيشن محتاجه منك انك تحدد لها ايه الاند اللي انت عايز تلنت عليه. بمعنى المانج سويتشز يعني غريبه المانج سويتشز بس فيها سماحيه انك تقدر تعرف ليه السويتش ككل ككل اي واحد بس بالظبط. ما ينفعش تحط لكل بورت اي بي. ليه؟ السويتش بورتات ولير 2، السويتش ده لير 2 سويتش ما فيهمش غير مكان، هو ملوش مكان اصلا، هو ما فيهمش غير مكان بس السويتشات المانج بيحط جواها سوفت وير كده عشان تعرف تمانج جيت ريموتلي. ما انا عشان امانج جيت ريموتلي اعمل ايه؟ لازم يكون ليها اي بي. فتاني السويتشات دي فعلا كلها مانج سويتشز، دول لير 2 سويتشز مش لير 3 لان مش راوتنج. ينفع نديهم اي بي لو انت حابب، لو مش حابب مش هتفرق، هيشتغل برضه لو انت ما عطيتلوش اي بي. ينفع اديله اي بي عشان اتنت عليه، ولو ما اديتلوش اي بي برضه شغال. خلي بالك الاي بي اللي احنا هنديه دلوقتي للسويتش مش عشان يبعت بيه داتا ولا عشان خاطر يعدي بيه داتا خالص، السويتش بيعدي داتا بمكان في الفيلانات. امال ايه اللي احنا هنستفاد من الاي بي ده؟ يوم الحاجه اللي تتلنت او تاس اس اتش او تبنج على سويتش. انا ممكن ابنج على سويتش اتاكد انه عايش، انا عايز ايه؟ انا في سويتش حاسس ان في مشكله، ببنج على الاي بي بتاعه. السويتش كله على بعضه كله على بعضه بياخد لازم اي بي واحد بس، لو حاولت تديله اي بيين الثاني يمسح الاولاني. ماشي طب ازاي الدور اي بي السويتش ازاي تبرع هتعمل كده؟ تاني تاسك 1 في السويتشات هي دي. تاسك 1 كانت في الراوترات اللي سامين وباسوردات وكلام من ده، دي تاسك 1 في السويتشات انك لازم اول ما تفتحهم الكرتونه تعرف له الحاجات دي، مش لازم طبعا اكسس لان اكسس زياده، وتعرف له اي بي. طب تاني ازاي اعرف السويتش اي بي؟ هتلاقيه سؤال بيتسال كتير في الامتحان بتاع السي سي ان اي للناس اللي داخله، يدي لك كوماندات يقول لك الكوماندات دي فايدتها ايه؟ لما ادي اي بي سويتش. ماشي ازاي يدوا اي بي سويتش؟ قالوا هنخترع انترفيس خارجي اسمها في لان 1. اصل بص لو الانترفيس فاص 0 على 1 دي لير 2 ما تفهمش المجال، فاص 0 على 2 دي برضه لير 2، فاص 0 على 3 دي برضه لير 2. قالوا هنخترع انترفيس خياليه جوه سويتش وهيسموها كده انترفيس في لان 1. انترفيس في لان 1 غير اصلا في لان 1 العاديه، انترفيس لان 1 دي انترفيس خياليه. فقالوا طب بنسميها ايه؟ يعني هم فعلا اختاروا بنسميها ايه؟ بنسميها ايه؟ قال لك هنطلع لها اسم ستاندرد فيرتشوال لان، يعني هي انترفيس فيرتشوال. خلي بالك انترفيس في لان 1 حاجه وفي لان 1 دي حاجه ثانيه، في لان 1 دي اللي احنا من اول محاضره الاجل اللي اما انترفيس في لان 1 دي حاجه جديده. انترفيس في لان 1 دي عباره عن انترفيس خياليه عامله زي اللوب باك كده، كان في انترفيس انترنال جوه الراوتر اسمها لوب باك لما بنشغل جزء منه. فدي بقى انترفيس خياليه جوه سويتش مالها تقدر تعرف ليها اي بي. لو عرفت الانترفيس الخليه دي اي بي اكن السويتش كله على بعضه خد اي بي. ازاي؟ انك تروح جاي على الانترفيس الخليه دي وتعرف كوماندات عاديه زي كانك قاعد على الراوتر اي بي ادرس وتروح حاطط اي بي كام مثلا 10.1.1 دوت مثلا 200 اه برايفت بس هو اللي بالظبط مش كله 10 مش كله 10 ولا عندكم كام؟ لا هو بص انا عايزك تديني اي بي باسورد بعينهم كده في الميزان حرام عليك ضيعت الشيست حرام عليك انت مدير لو شفت الفيديو ده يقول لك حرام الباسوردات في جيب ايوه كده والاي بيات كمان معروف اي بي انت كام برضه عشان نبقى عارفين وبعدين بس احط نفسنا يعني في الارض انا ما قلتش غير الاي بي دي خطر جدا اسمع كلامي اي بي والباسوردات دي اخطر حاجه طيب بمرن لو حد هاكر جوجل اسلام حد هاكر لسه بتعمل اللي انا وشام خالص لا عملت ان لو برايفت مش هتعرف تعمل بيها حاجه لا دي على طريقك في بي ان بقول لك بعد في بي ان على على الويب بتاعتك الويب بتاعتك ومين انا اقول لك بلاش انترفيس وحاطط لها اي بي كده الاي بي ادرس ده بتاع مين؟ ده بتاع السويتش هتعمل الكلام ده لمين؟ للسويتش السويتش ايه بس حاضر طب ثواني اكون معاك كده السويتش ده بقى اسمه 200 سلاش 24 كده الاي بي ده 200 هتعمل ايه برضه؟ هتديله 201 ده 202 ده 203 يعني هتبدا تشد لكل سويتش من سويتشاتك اي بي من الاي بي وما تنساش تعمل نو شت داون وما تنساش لو ناوي تتلت على سويتش ده من بره اللان يعني لو ناوي تتلت على السويتش ده من بره اللان ان لازم الاجهزه اللي عايز تخاطبها وهتعدي في النص على راوتر
تكون عارفه حاجه اسمها جيت واي. عايز افكر بحاجه، هو الكمبيوتر ده عشان يشتغل جوه لان محتاج ايه؟ اي بي ماسك، وعشان يطلع على الوان كمان محتاج ايه؟ حاجه اسمها الديفولت جيت واي. مين هو الديفولت جيت واي؟ الاي بي بتاع الراوتر، اي بي وكده مثلا. مين الديفولت جيت واي بتاع الاجهزه دي؟ الاي بي بتاع الراوتر. احنا نعمل السويتش من عامل السويتش المانجد اكنه كمبيوتر، عشان خاطر حددت عليه من بعد، بديله اي بي وبديله ماسك وبديله ديفولت جيت واي بالظبط. والامر اسمه اي بي ديفولت، والامر عشان لسه قديم لسه ما اتحدثش اسمه جيت واي، اللي هو فعلا مقصود بيها ديفولت راوتر. وراح قايل له ايه؟ الاي بي بتاع الراوتر. تاني معلش، الامر ده هدفه ايه؟ بس الامر ده بالذات سايب في نفسي اثر سيء جدا، ان انا من اكتر من 6 سنين في الصيف طبعا صيف يعني الساحل، وساحل يعني مارينا، ومارينا يعني بحيرات. ده في مراسي صح، حلوه دي والله. بس بقى لي 10 سنين ما رحتش مثلا الساحل. المهم من 6 سنين بقى وانا في الساحل اللي حصل في البحيرات اللي موجوده هناك في مارينا، انت ما راحش هناك فاتك نص عمرك عجب العجب. المهم في البحيره اللي فيها اللي عاملها بالله شركه بلادي مش بلاد الناس. المهم فماشي في البحيره ومأجر مركب، وطبعا إيجار مركب ما احكيلكش 400 جنيه في الساعة قطمت وسط. المهم يا باشا واقف في المركب ومعايا العيلة، هيبقوا قررت إن أنا أستفاد ب 400 جنيه. رحت لابس المايو عامل اللي أنا مش عامل غيره، رن طلع بص كده أهو، رجعت رد على التليفون مديري الو احمد تيجي حالا. يا باشا ازاي؟ انا لسه في الكلام لسه في الساعه ما ينفعش حالا، ثلاث ساعات تكون عندي. ما ينفعش يا باشا، هنكد على نفسي وهنكد على العيله، احنا في اجازه في صيف. طب عايزني اي قال لي انا عايزك تخش لنا على سويتش المونيتور، تكريت لنا عليه بلانتين كده وتظبط لنا حاجات فيه عشان جت عدد الاي بي فونز، وعايزين نحط الاي بي فونز دي في جنان لوحدها. ارجع لا طبعا اسيب ال 400 جنيه مستحيل طبعا، وانت ما تعرفوش اصلا وانت في المنوفي ده المنوفي يعني. بص لو حطوني والمنوفي في كيس يطلع المنوفي مني يستحس. ايه اللي حصل؟ طبعا مش حاجه، كل اللي عملته ايه؟ مش شكل بسيط، مش السوشيال دي واخده اي بي. كنت مكلم واحد من زمايلي في الشغل، قلت له بقول لك الراجل طلب مني كذا 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 كذا، ايه الحل؟ يعني قلت له يساعدني يعني. قال لي بص انا مش عارف اعمل اللي انت بتقوله ده. قلت له طب بص جيب لي بس الاي بي بتاع سويتشات، احنا بنبقى حاطين كده في كتاب يعني زي مجلد كده كل سويتش واي بي وكونفجريشن، اتعمل الدوكيمنت كده احتياطي عشان حصل كارثه في الشبكه كان عندنا بس ايه يعني نسخه ثانيه من الكونفجريشن كاتبينها يعني. المهم فراح مالينا الاي بي بتاع سويتش. ايه اللي حصل؟ فتح الموبايل يا باشا وداخل من بعيد ورحت محوله 3 جي. هو انت مش تقول لي ده من 6 سنين ما كانش فيه 3 جي؟ هو كان فيه 3 جي ساعتها؟ ايوه كان فيه. كان بص 3 جي الا ربع كان. انا جيت على دي اللي هي الحته دي جت على دي فتح الموبايل على 3 جي كده جيت واصل على الانترنت. وفي ناحيه ثانيه الراوتر ده كان برضه واصل على الانترنت، يعني انا واصل على الانترنت في الموبايل والراوتر واصل على الانترنت، راوتر عادي الوكايه بتاعته دي اس ام. ورحت جاي تتنت على السويتش ما رضيش يتنك عشان مش عشان رضيش ليه بقى ساعتها؟ ما تبقاش عارفه زي الراجل اللي فتح السماء ده معلش يا خالد نفس احساسي بالظبط. ايه ده قال لك ما رضيش يتنك السويتش هو كان شغل الجيت واي بالظبط. طلع يبقى بص وانا ساعتها قعدت متنكد يعني ايه وما رضيتش ارجع الشغل وقلت ايه اقعد افكر فيها ثلاث ايام بقعد افكر ايه المشكله. المهم لما الساعه اظن بتاعت البحر ايه؟ فين؟ لا ما خلاص متنكد ضاعت عليا خلاص انا متنكد ما تعرفنيش. فايه اللي حصل؟ قعدت افكر افكر في الاخر لما قعدت رسمتها دايما لما تحصلك مشكله في النتورك ارسمها. قعدت رسمتها ايه؟ ماشي عادي شغال. لقيت نفسي كنت بوصل ليه وهو ما رضاش يرد عليا. فعلا طلع في الاخر وانا كنت ناسي دي غلطتي. مش كده مش عايزك تغلط غلطتك من فايده الكورس ده انك تاخد الخبره ازاي ما تنكدش على نفسك وعلى العائله انك انت تعمل الحاجات اللي بقول لك عليها عشان خاطر تتلافى المشاكل. لا ناسي من ساعتها ما نسيتوش او سيبه في البيت او كنت عملته سايلنت وما كنتش خلاص ما خدتوش معايا. فكنت ناسي اعمل الكوماند ده صدقني من ساعتها هي مره نسيتها. من ساعتها ما بخدش اعمله اول كوماند اصلا اعمله يعني بسم الله الرحمن الرحيم بيكون في دي اي بي ديفولت جيت واي عشان ما تنساش. حلو فاي بي ديفولت جيت واي تاني فائدته ايه؟ تحط الاي بي بتاع راوتر انك لو حابب تبقى التالت من شبكه ثانيه
على الشبكه. يعني بص لو في النص راوتر ما بين اللي انت عايز توصل له وانت ان انت حتى واقف هنا لو واقف هنا على الانترنت حتى لو عايز اتكلم على الجهاز ده هو مش هيعرف يرد عليا لو مش ديفولت جيت واي. الجهاز اللي مش ديفولت جيت واي ما بيعرفش يخرج منين. يعني الكمبيوتر لو ما كانش فيه ديفولت جيت واي ما بيعرفش ازاي يجيب النكست هوب اللي هو المايك بتاع الراوتر عشان يخرج. فكان لازم اللي يحصل كان لازم اي جهاز عايز اخرجه من اللان للوان لازم يبقى ديفولت جيت واي. فالهوب ما تنساهاش لو ناوي تتكلم من بره. نريح ونعود للسبوره الاخيره. لا الكمبيوتر ده شكلها هيتغير يتضاف في الفريم خانه جديده. الخانه الجديده دي خانه متعلقه بالفي لان اي دي يعني الفي لان نمبر. بمعنى عايز افكرك الفريم ايام زمان كان شكلها ايه ولو عملت في لانات هيبقى شكلها جديد عامل ازاي. الفريم ايام زمان كان شكلها كده شويه بيتس في الاول اسمهم بريانا بيتس وكانوا في حدود كام بايت؟ كانوا 8 بايت. وبعدين ورايها على طول ديستنيشن ماك. والديستنيشن ماك اللي هو الماك ادرس ابو 48 بت اللي هو 12 حرف في اكسل اسم اللي هم 6 بايت. ووراهم السورس ماك. السورس ماك زيه 6 بايت. وكان في خانه كده اسمها تايب 2 بايت. ده مين اللي عارف ايه ده؟ طب وخانه اسمها الباكت. قول لي بقى الباكت من كام لكام؟ من 48 خليهم 46 عشان خاطري 1500. طيب حتى ده سميناه ايه؟ ام تي يو ماكسيمم 1500 اللي هو ماكسيمم ترانسفير يونت. طيب وفي الاخر في صوره صوره 4/8 صوره 4/8 هي صوره 4 بايت اللي بيتحط فيها السي ار سي. الفريم دي الفريم دي اللي هي اسمها اي تريبل اي 802 دوت 3. حد فاكر الثلاثه دي كانت بتاعت ايه؟ دي سنات الاهلان دي في بتاعت ايثرنت. الثلاثة دي اللي هي ايه؟ الثلاثة دولار الرب وسيا كانت الثلاثة في مصر اللي اخترعوا البروتوكول. هما الثلاثة اللي اخترعوا البروتوكول كان مرة واحد فيهم خدوا دولار ده اتصفت على 3 دولار. طيب المهم بقى بالنسبة لنا لو تفتكر لي بقى الفريم اللي هي الهيد فين الهيد؟ دي الهيد. طبعا السويتش بيقرا الهيد ما بيقراش الباكت. ودي كانت الهيد زائد الباكت زائد الدين الماكسيمم بتاعها كام؟ صح 1518 بايت ده الماكسيمم. افكرك بالكيرف الشهير للمخترع بتاع البروتوكول. مخترع ايه البروتوكول ده؟ ايوه صح الكيرف اللي هو طالع ونازل. بص الكيرف طالع كده اهو ونازل كده اهو ما بين ايه وايه ده؟ ما بين الباكت سايز او خلينا معلش فريم سايز هي هي والبرفورمانس. اعتقد ما خدناش الكيرف دي في الكورس. لما يجي حد في محاضره البارحه يقول لي يا باشا هو الكيرف ده بتاع ايه؟ يعني ازعم والله يعني ليه حق ولا ماليش حق؟ يعني ليه حق انهار ولا لا؟ يلا معلش المهم يعني اسكت انا مغاصر يعني هم زمايله اللي قاعدين يعني يعملوا ايه؟ زمايله قاعدين يعملوا ايه؟ معلش حقك عليا انا اوعى تزعل نفسك. حد فاكر قاعه الكيرف كده لو بين فريم يبقى كام؟ 64 البرفورمانس كده ينزل عند 1518 لو بنتكلم عارف ايه؟ ده الماكسيمم بتاع الفريم. ايه اللي عملوه بقى؟ قالوا ماشي لكن يا معاد دي شكل الفريم الطبيعيه اللي يبعتها اي كمبيوتر ويفهمها اي كمبيوتر. احنا عايزين بقى ما بين سويتش وسويتش لما يجي سويتش يبعت الفريم دي لسويتش السويتشات تضيف معلومه عن الفيلان. يعني ما بين سويتش وسويتش يعني على كورتات الترنك ده شكل الفريم الجديد. بص بقى شكل الفريم الجديد دي بريانا بيجنز ما تغيرش حاجه اهو نفس السايز. ديستنيشن ماك ما تغيرش حاجه اهو بعد السورس ماك يعني بعد ما خلصنا المكان هو الماك ادرس. في ادرس تاني ظهر ايه الادرس اللي ظهر؟ الفيلان. اما ظهرت خانه كامله الخانه كامله دي اسمها دوت 1 كيو تاج خانه من 4 بايت. الخانه دي من 4 بايت فيها معلومات كتير اللي يهمنا منها في السي سي ان ايه 12 بت بتوع الفيران نمبر. حد يفكر كده معايا لما هيطلع ان جوه الخانه دي في 12 بت للفيران نمبر حد متوقع 12 بت اسمها احتمالات من كام لكام؟ 4095 او ليه بقى الجرانات ارقامها من 0 وبعدين 95 عشان النمبر بتاعها الادرس بتاع الفيران بيبقى من 12 بت بس ده الستاندرد بتاع الفيران. الفيران نمبر 12 بت يعني وسط ال 4 بايت دول في 12 بت بس اللي يهمنا مؤقتا 12 بت دول
ورقم الفيلان. وبعدين بتيجي خانة الطيب برضو. خانة الطيب اللي هي برضو 2 بايت. يعني كل حاجة زي ما هي بس زادت 4 بايت. وبعدين تيجي الباكت. وبعدين يجي السي نفسه. المهم يا باشا راح مسمين الفريم دي ايه؟ فريم جديدة بيسموها ايه؟ سموها اي تريبل اي برضو. 802.1Q. حد فاكر الكيو دي ايه؟ كوين اوف سويتشنج. يعني الفيلانز بيطلقوا عليها هي الكوين اوف سويتشنج. سؤال ايه؟ الكوين بتلبس ايه فوق راسها؟ يعني ايه اللي ضافوه لما بقت الفريم هي الكوين اوف سويتشنج فيها الفيلان؟ راحوا ملبسينها التاج. والتاج ده فيه اشاره لرقم الفيلان. عشان كده كان عنوان الفقره دي بيقول ايه؟ انواع التاجنج. اذا هو في انواع تاجات كتير؟ التاج اتعمل منه نوعين. سيسكو عمل التاج. بس التاج بتاع سيسكو كان اسمه ISL. اختصار لانتر سويتش ريج. يعني كلمه انتر سويتش او سيتاج ما بتغلطش في كلمه انتر. مش انتر 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 يعني بتوين. بتوين سويتشز ايه اللي هيحصل؟ لازم كنا نعمل تاج. سيسكو اخترعت التاج. التاج بتاع ISL ده من زمان قوي. كان كام بايت؟ كان 30 بايت. طب الستاندرد؟ الستاندرد بقى عمل التاج وسميته ايه؟ وسميته الدوت 1 كيو. الستاندرد كام بايت؟ 4 بايت. سؤالي بقى ايه؟ مين فيهم افضل؟ 30 بايت ولا 4 بايت؟ وعلى ايه؟ كده صح كده. ال 4 بايت افضل عشان البرفورمانس افضل. ازاي يعني؟ بص لو زودنا 4 بايت البرفورمانس هنا. لو زودنا 30 بايت البرفورمانس هنا. اكيد هنفضل نشتغل بين البرفورمانس الافضل. سيسكو نفسها اول مره تخترع حاجه وتبدا تزم فيها وتقول لك مش عايزين خلاص نشتغل بيها. سيسكو اخترعت الاي اس اي تاج. التاج في الاي اس اي تاج او التاج اسمه الاي اس اي 30 بايت ايام زمان. وحاليا جت قالت ايه؟ قالت احنا مش هنسبورت الاي اس اي خلاص دلوقتي. امال هنشتغل ايه؟ احنا هنشتغل زي الستاندرد دوت 1 كيو 4 بايت. بمعنى لو عندك سويتش قديم. سويتش قديم بس السويتش القديم في كوماند فيه ممكن يتكتب بالشكل ده. السويتشات القديمه بس بص الكوماند ده ما تجربوش دلوقتي على الباكت اللي مش هيشتغل. ما تجربوش على السويتش الجديده مش هيشتغل. كوماند كان كده لو انت شبكتك بس قديمه اشتغلت في شركه السويتشات القديمه كان عندك اوبشن اختيار انك تقول له سويتش بورد مان انكابسوليشن. انكابسوليشن اللي هو ايه؟ ان احنا نغير شكل الهيد والتيل وتختار تضيف التاج بطريقه سيسكو ولا بطريقه دوت وان كيو. ايفن سيسكو دلوقتي ايفن سيسكو دلوقتي شغاله دوت وان كيو. يعني ايه الكوماند اللي موجود عند سيسكو دلوقتي؟ مفيش كوماند اصلا. يعني مفيش كوماند اصلا. يعني قصدي ايه؟ هو دلوقتي سيسكو جديد دلوقتي كله شغال دوت وان كيو. الستاندرد كله شغال دوت وان كيو. هواوي اتش بي 3 كوم كله شغال دوت وان كيو. فعليه الكوماند ده مش موجود دلوقتي. لو جيت تجربه على الباكت ريسر مش هيشتغل معاك. في ناس طبعا ما شاء الله ذاكرت كويس فجم جربوا كده على الباكت ريسر جم اشتكوا لي. ليه يا باشمهندس الكوماند ده مش شغال على الباكت ريسر؟ ليه؟ قال لهم الكوماند ده مش موجود عشان الباكت ريسر سويتشاته كلها السويتشات الجديده. مش شغال على جينيس 3 ولا على جينيس 3. السويتشات برضه اللي على جينيس 3 اجدد. ده جينيس 3 اجدد من الباكت ريسر. فمش هتلاقي الكوماند ده افيلبل موجود الا لو على سويتش موديل قديم. لو جبت سويتش موديل قديم اي بي اس موديل قديم هو هيبقى عليه الكوماند ده موجود. انك تقدر تختار. بس دلوقتي المصلحه في ايه؟ المصلحه انك تشتغل اصلا ستاندرد. وخصوصا لما نطلع من الستاندرد البرفورمانس بتاعه افضل. ايفن بول اكسسكو نفسها بتريكومند الدوت 1 كيو ما تجيبش سيت الاي اس اي بقى خالص. اي حاجه من طفله مش من طفله بتاخد دوت 1 كيو بس. يعني هو دوت 1 كيو ما يشتغل. ما بقول لك هو اسسكو ما عندهاش دوت 1 كيو دلوقتي جديد فما فيش. انا ما بدخلش. لا 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 ما دخلتش. هو انت بتقول لي بورت ايه؟ انت ترانك. طالما قلت لي بورت ان احنا ترانك وسليب. الترانك باي ديفولت بيشتغل ايام زمان كانت الترانك تختار يشتغل دي ولا دي. لكن دلوقتي لما تقول البورت انت ترانك هيشتغل دوت 1 كيو. يعني في شو عملنا اللي فاتت شو انترفيس ترانك كان مطلع لك ان كل البورتات مكتوب كده جنبي دوت 1 كيو دوت 1 كيو دوت 1 كيو دوت 1 كيو. خلاص انت تكتب ترانك وهي تشتغل دوت 1 كيو بس. طبعا بص يعني لغايه ما بيجي سبورت في سنه يجي يقول لك ايه احنا مفيش خلاص سبورت على موديلات كذا وموديلات كذا وموديلات كذا مش هيقولوا حاجه جديده. لا لا لسه ما خدناش الحته دي. يعني لسه الحته دي اخر محاضره اصلا في السويتش. انك لازم طبعا تابلت الاوبريتنج سيستم بتاعك برضه بتاعك تجيب له 100 جنيه دلوقتي بقى كله بفلوس ولايسنس وتبدا تدخل لايسنس والكلام ده حاجه عاليه. حتى وانا شايف حاجه من سيسكو عجيب كويس. الاي او اس بص بيزك الاي او اس فور فري. ادفانس الاي او اس فيتشرز اعلى بفلوس. في
اي بس تمن $5,000 يعني بس اغلى من كان الديفايس البدر او ايه بيسبورت بقى فويس وسكيورتي وانكريبشن وحاجات كتير. امال ايه؟ طيب المهم بقى فالكومنت اللي مش هحكيها تاني بس انا كان قصدي احكي لك على موضوع التاجنج والانتاجنج. بص يا باشا فعلا دي كده تعتبر اسمها ايه بالنسبه لنا دوت 1 كيو اكت فريم. طب والقديمه بقى دلوقتي نسميها ايه؟ اما بقى في تاج فدي بيسموها الانتاجنج. طيب بس عايز افكرك بشيء مهم ان الكمبيوترات ما تفهمش اصلا يعني ايه بلان. الكمبيوترات تفهم سبليتين تفهم مجال تفهم اجيال. بمعنى لو فكرنا في كمبيوتر في في لان 2 حب يبعت برودكاست هيبعت شكل فريم عامل ازاي؟ الكمبيوترات لما تيجي تبعت فريم هتبعت الفريم بالشكل القديم انتاجد. والديستنيشن هناك ايه لو كنا عايزين نبعت برودكاست؟ افات. يعني يوم الكمبيوتر يحب يبعت برودكاست هناك بيبقى افات وبتبقى فريم عاديه زي القديم. ليه؟ المفروض الفريم بيزيد عليها موضوع البيانات لما توصل للسويتش ويفهم انك عامل بيانات. الكمبيوتر ما بيبقاش عارف احنا عاملين بيانات ولا لا. فدايما الكمبيوتر بتبعت الداتا عادي وطبعا نفسها تستقبل الداتا بشكلها العادي. المهم السويتش بقى بيعمل ايه؟ السويتش لقى الداتا جايه له من على بورت الفيلان كام؟ بص لقى بورت الفيلان كام؟ 2. يبقى لو ده برودكاست المفروض البرودكاست ده ما يروحش غير الفيلان كام بس؟ 2 بس. 1 اتعزل عن 2 لو انت قسمت الفيلان. فهيطلع البرودكاست للاجهزه اللي فيلان 2. طيب هل هو عنده هنا اجهزه فيلان 2؟ لا. بس عنده الترنك. هي ترنك فيلان 2؟ ايه رايك ترنك فيلان 2 ولا فيلان 1 بس؟ كل الفيلانات. فحتى الفيلان 2 فتلاقي السويتش بيعمل ايه؟ السويتش يوم ما بيجي له برودكاست الفيلان يطلعها للاجهزه اللي في نفس الفيلان والترنك. فلو ما لقاش اجهزه معاها في نفس الفيلان بقى ترنك بس. ترنك بيبقى في كل الفيلانات. بس يوم ما بيطلع داتا من الترنك بيغير شكل الفريم. ليه؟ بيفهم السويتشات اللي بعده البرودكاست ده تبع انهي فيلان عشان خاطر لما يحصل سبريدنج للبرودكاست يحصله في الفيلان بس. ايه اللي بيحصل في الفريم؟ تتقلب الفريم وتبقى تاجد. يعني تاجد؟ يعني تبقى رايحه للديستنيشن ماك افات برضه بس مكتوب عليها ايه؟ مش الداتا دي جايه من بورد فيلان 2 وعارف مين البورد فيلان 2؟ عملت لها انت كونفجريشن بايديك جبت السيرفر ب 40,000 جنيه. فانت اللي مفهم خلاص البورت ان هي فيلان 2. فانا كاتب كده في فيلان 2 بيكتب كلمه فيلان 2 دي فين؟ في خانه ال 4 بايت دي 12 بيت منهم بيحط فيها رقم الفيلان. طب وايه دي بيتس؟ حاجات ثانيه زياده مش موضوعنا خالص. المهم السويتش ده لقى جاله برودكاست تبع فيلان كام؟ تبع فيلان 2. بيعمل ايه؟ بيطلعه لكل البورتات اللي تبع فيلان 2. هنا بالنسبه له كل البورتات دي ترنك. طبعا البورتات الترنك تبع اي فيلان؟ تبع فيلان 2. برضه. ولازم تطلع تاجد برضه. طالما ترنك لازم تطلع الفيلان تاجد. اشمعنى؟ اصل الترنك بيشيل كام فيلان؟ كله. فاعرف منين إيه الداتا دي تبع فيلان 2؟ برودكاست ده فيلان 2 ولا برودكاست ده فيلان 3 ولا برودكاست ده فيلان 4؟ ده واحد عايز يكلم الكل ماشي كل اللي ثاني فيلان فلازم تطلع طالما مش هتطلع تطلع تاجد. بص السويتش اللي في الدور هيعمل ايه؟ لا جاي له برودكاست بس البرودكاست اللي جاي مكتوب عليه فيلان 2. عشان كده السويتش عشان لقى ان البرودكاست هيجي له فيلان 2 مش هيطلعه الا بس للاجهزه اللي فيلان 2. طب والاجهزه اللي فيلان 1 مش هيودي لها البرودكاست ده. اي برودكاست يتبعت في فيلان مش هيوصل غير للاجهزه اللي في نفس الفيلان. واعتقد ان دي نقطه مش غايبه عليك. لو النقطه دي لغايه دلوقتي مش غايبه عليك لازم تحضر المحاضره دي بكره تاني من الاول يعني من اول الصبح لان الساعه 2 ربع تجاهها تاني. ان اكيد لما يتبعت برودكاست فيلان ده هيوصل لمين؟ بس ولا كل اللي احنا بنعمله ده رايح في الهواء في الضياعه. ماشي؟ يرجع زي ما كانت بقى ويشيل الفيديو بتاعك بالظبط كده. تعالى احكي لك بقى في السويتش الاخير برضه هيعمل ايه؟ هي جايه له تاني وبرودكاست وفيلان 2 هيطلعها الاجهزه اللي فيلان 2 بس فعلا بيعمل ايه وهو مطلعها من الفولتات اللي على البي سي اللي هي الاكسس. الاكسس مش ترنك. الاكسس لازم تبقى انتاجد والترنك هي تكون مين؟ والترنك هي تبقى تاني. تاجد يعني ايه؟ عارف الفيسبوك؟ ما هي كده علم على الداتا يعني علم الفريم حط اضافه في الفريم ان هو يميزها عن يعني تمييز في الفريم انه يعرف الفريم دي تبع فيلان 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. في الاخر مين اللي بعت الفريم؟ جهاز في فيلان 2. لو حتى بعتها بودكاست او حتى بعتها انون بس هيحصل لها فلاتنج. هو نفسه الفلاتنج ده لما يروح يروح لمين؟ لنفس الفيلان. فبيعمل ايه سويتش؟ لو جات الفريم من غير خدمه غير تاني لقاها جايه من فيلان 2 هو بيديها خدمه ما بين سويتش وسويتش انتر سويتش ما بين سويتش بيديها خدمه عشان خاطر السويتشات اللي بعد بتاع البرودكاست ده بيروح لاي فيلان بس عشان يفضل يديلها برودكاست من كده. هو الفلاتنج هو اصلا هدف الفيلان دي احنا بنقسم شبكتنا بحيث لو في فلاتس بسبب البرودكاست عنده مين كاست بسبب اوبتي كاست ما يروحش الفيلان ده. دي كنا انا اخدت الكورتيشن عشان هو الاكس ده ليه
الاكسس مش ليه وبتاك ما هو الاكسس ده ما هوش البيانات واحده بس هنعمله تاكنج ليه هي اكسس معروفه هي البيانات كام الترانك بيبقى في كل البيانات احنا محتاجين نميز ما بين الداتا وبعضها يعني هنا اكيد مش هيمشي داتا غير في بيان 2 ولا اكيد مش هيمشي داتا غير في بيان 1 اما هنا ما بين سويتش وسويتش هيمشي كل الداتا بتاعت كل البيانات يعني انا الداتا جايه لي من هنا اكيد في بيان كام مكتوب عليها بقى اكسس بيان 2 البورت الاكسس هو بيان واحده بس اكسس ما انا عارف استني كده تاني ما انا عامل كونفيجريشن مش احنا عملنا الاول كونفيجريشن ليه كده البريك ان البورت دي بيان 1 البورت دي هو امر اسمه سويتش بورت اكسس في لان 2 سويتش بورت اكسس في لان 1 احنا عملنا لك كونفيجريشن قلنا استاتيك يا اما السي بي اي هو ده في ايه دي اكتيفيتي في لان 1 حلو هو عارف ايه عارف الكلام ده لما داتا تيجي على البورت الاكسس طب انا هقول لك على حاجه الداتا مش جايه خالص مش مكتوب عليها في لان 2 والداتا جت برودكاست السويتش ده يوديها فين؟ كل حاجه جت مفيش حاجه اسمها تاني جت في لان 2 السويتش ده يوديها فين؟ مش تاني برودكاست بس يعني الداتا جايه على ديستنيشن ماك افات السويتش ده كان المفروض يوديها فين؟ لكل الناس يوديها كل الناس يبقى احنا ما عملناش حاجه ليه ما عملناش حاجه؟ ما لو وديها لكل الناس يبقى لازم تدي لاب محاضره دي ده محاضره واللي فات واللاب كده راح هو لو هيبعت البرودكاست كده ضاع كل اللي احنا بنحكيه هو احنا اصلا كنا مقسمين بلانز عشان خاطر ما نشوف بعض الافلاتس ولا بروكاست حجم والبروكاست حجم فالكونجيشن يعني ما يحصلش اوفر هيد عشان عشان ما يحصلش اوفر هيد عشان لكن لو انا ما عملتش تاج هو كده لو اتبعت بروكاست هيوصل الكل يبقى انا ما عملتش حاجه خالص عشان كده تاني لازم الداتا ما بين السويتشات عشان خاطر البروكاست دي ترانك هي المشكله في الترانك الترانك شايل كل الفيلانات الاكسس هي عارفه ان هي شايله فيلانه واحده بس اما الترانك هتحط لها سويتش كله ترانك بس كده تعالى لي سويتش قال لك هخليها كل بيانات منين بقى السويتش يعرف لما الفريم تيجي له يتابع اي بيانات تبقى الفريم تاج تبقى الفريم تاج تبقى الفريم تاج تاج دي فيلان وبعدين ترجع الفريم مره ثانيه تبقى اون تاج دي امتى لما تخرج مره ثانيه من بورت الاكسس اشمعنى الكمبيوترات لحد دلوقتي لحد 2014 ما تعرفش اصلا شكل الفريم دي شايفه شكل الفريم القديمه وما تعرفش شكل الفريم القديمه هم عشان خاطر ما يضغطوش الكمبيوترات قال لك سيب الكمبيوترات تبقى فاهمه الفريم القديم اما ما بين السويتشات يعني السويتشات تبقى قديمه هم اللي بيتفهموا موضوع اللان تاني فكرت السويتشات هي اللي بتفهم الفلان الكمبيوترات لا الكمبيوتر مش فاهم يعني ايه بص بقى على النقطه الجميله والاخيره دي هي لا مش اخيره الاخيره في السطر ده ايه ده؟ لا بس بقول لسه ما خلصتش ده دي كوميدين احنا بعد البريك رسمنا حاجه انت عارفها وحاجه متوقعها وكوميد ملوش لازمه بس كده فلسه احنا لسه بنسرح طيب ايه بس الكومنت اللي عايزك تعرفه كمان ايه فيتشر موجوده في الفيرنس بص راح يحصل ايه الفيتشر دي ان لو في داتا مبعوثه من في لان 1 من جهاز في لان 1 طب معلش هي داتا اللي جايه من الكمبيوتر ايه تبقى تاج ولا ان تاج ما انا بقول اكسس الكمبيوتر والفريم العاديه خالص ان تاج معناها الفريم القديمه بتاعت سنه 80 شهر 2 بص المفاجاه دي لو كانت الداتا دي طلع لي نون عارف السويتش هيعمل ايه السويتش هيروح مطلع الداتا دي حتى لو كانت برودكاست منين يبقى نون طبعا ده موضوع نون ده برودكاست صح قول الترامب هيطلعها من الترامب ارم تاج ايه ده بقى عشان فيلا نون اشمعنى بقى السويتشات بتسمي فيلا نون بتسمي فيلا نون النيتف فيلا وبكده تبقى دي اخر حاجه في محاضرتنا النهارده يا جماعه والمره الجايه باذن الله هنكمل انتوا كنتوا فين؟ اللي يمشي ورا بديع طيب بيسموا فيلا نون النيتف فيلا عارف يعني ايه كلمه نيتف؟ الاصل يعني ايه الاصلي؟ يعني الاخر لو انت كنت شغال كل حاجه في الموضوع على فيلا معايا لو كانت كل الاجهزه دي في الموضوع هل هيحصل اي تاني؟ عارف معناها ايه بقى؟ هو بيقول لك انك انت لو كنت شغال في الموضوع اكنك ما كنتش عامل اصلا جيلانس منطقيه مش منطقيه احنا عايزين فعلا عايزين لو احنا ما قسمناش جيلانس ما قسمناش جيلانس نشتغل عادي من غير مبدا الجيلانس هو بيقول لك كده بيقول لك لو انت كنت شغال في الموضوع اكنك اصلا ما كنتش عامل جيلانس يعني لو كان كل السويتش والبورتات بتاعته ما عملناش خالص كونفيجريشن في لان 2 ولا كتبنا الكود ولا كلام من ده هتلاقي الداتا بتطلع ان تاج وتروح ان تاج وتكمل ان تاج اكن ما كانش في لان فمعنى كلمه نيتف يعني ايه؟
ارجع للاصل. يعني الاصل فاكر الاصل قبل ما نخترع فيلانز في الانترودكشن بتاع الكورس كنا قلنا فيلانز كنا بودكاست ويلي كاست ومالتي كاست وفريمز عاديه فبيسموا فيلان 1 هي النيتي فيلان فنيتي فيلان از فيلان 1 وايه الميزه اللي فيها از انتاجد فيلان يعني دايما الداتا بتاعه فيلان 1 هي انتاج سؤال جدا فجاه كنت قاعد بمدحك في التاج وقلنا لازم تاج والترانك لازم يبقى تاج سؤال جدا كده يعني مفيش الداتا تكون تاج عشان خاطر السويتش اللي يعرف البودكاست ده تبع فيلان طب يوم ما تجيله داتا انتاج يفهم ايه اللي هي تبع فيلان 1 عشان هو ده الكلام هيديها لكل حد تابع فيلان 1 يعني لو جت السويتش فريم تاج بيعمل ايه؟ يقرا التاج ويعرف هي تبع فيلان 1 طب لو جت السويتش فريم اون تاج هيفهم ان هي تبع مين؟ تبع فيلان 1 يعني لو جاب برودكاست وان تاج يبقى البرودكاست ده يروح لمين؟ فيلان 1 المفروض ان الكلام ده حلو جدا المفروض ان الكلام ده هيخلي الاداء بتاع فيلان 1 هو الاحسن مش معنى فيلان 1 اون تاج يعني كام بايت؟ 1518 اما الفيلان التاج بتبقى كام بايت؟ 1522 اسوأ شويه في البرفورمانس فهتفضل دايما فيلان 1 باي ديفول هي افضل في الاداء فيلان التاج بتبقى الاداء بتاعها اقل سنه بس السنه بص مش باينه قوي يعني سنه غير محسوسه فهم قالوا هنخلي فيلان 1 لو انت كنت بتحط فيلان 1 كده انت مش حاسس ان في حاجه مفيش اي حاجه اسمها تاج بنفس الاداء وهيفضل الاجهزه اللي فيلان 1 واخده نفس الاداء كويس ده حتى لو قسمت كده لو انت لاي ظرف في شركتك في شبكتك حبيت تخلي النيتف فيلان اللي هي الانتاج فيلان مش 1 هنستخدم بس الامر ده الامر ده هيكون انا بقول لك عليه دي بص كونسبت بص اسمه نيتف فيلان ثلاث اسئله في الامتحان عليها السؤال الاول بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو كتبنا الامر ده سويتش بورت ترانك نيتف فيلان 5 السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الكومنت ده مكتوب يا ترى ايه هي الفيلان اللي هتبقى انتاج؟ الامر ده هيخلي ايه اللي هيحصل؟ ان فيلان 5 هي اللي هتكون انتاج يعني الداتا اللي تبع فيلان 5 هي هتكون من غير اختيار هتبقى الاصل اكنك الاصل هو اللي هيكون فيلان 5 طيب عدى عارف ده هيحصل ايه فيلان 1 ساعتها؟ ده السؤال الثاني بيقول لك وهيحصل ايه ساعتها الفيلان 1 يعني سؤال ثاني يجيب لك نفسه كمان بس سؤال ثاني بيقول لك يا ترى لو كتبنا الامر ده ايه اللي هيحصل فيلان 1 هتبقى ساعتها فيلان 1 تاج يعني الداتا اللي طالعه فيلان 1 مختوم عليها 1 وفيلان 5 هي مش مختوم عليها واهم شيء السؤال الثالث الثلاثه دول لازم يكونوا الامتحان السؤال الثالث يروح قايل لك ايه؟ اهم شيء ان لازم النيت فيلان تماتش يعني ايه تماتش؟ اون ذا سيم اون اول سويتشز الامتحان جايب لك سويتش معمول له نيت فيلان من اهو والسويتش نيت فيلان بتاعته انها 5 ويقول لك يا ترى ايه المشكله اللي هنا؟ بص الاختيارات هتلاقي الجمله دي نيت فيلان مس ماتش نيت فيلان مس ماتش يعني ايه؟ واحد انت عرضت له فيلان 1 هي نيتف واحد عرضت له فيلان 5 هي نيتف ده غلط ده غلط ليه؟ بص واحد فيلان 1 هي نيتف يعني فاكر ان الاصل هي 1 واحد تاني فاكر ان الاصل هي 5 اكيد مش هتشتغل صح يعني ده فاهم الاصل شيء ده فاهم الاصل شيء تاني ده فاهم ان التاج بتبقى شيء ده فاهم ان التاج بتبقى شيء تاني ده فاهم ان الانتاج شيء ده فاهم الانتاج شيء تاني معلش تاني لازم لو هتستخدم امر بتاع نيتف فيلان لازم يبقى الامر ده عارف سويتشات شبكتك كلها يعني يوم ما تغير الاصل تغيره على اللاب بتاعتك كلها مش تغيره على الجهاز وجهاز تاني بقى فاهم في ميزه في الفيلانز انك انت تفضل دايما في جنايه شبه زمان شبه ايام زمان ما فيهاش تاجنج شغاله اي تريبيوت نينتندو ثلاثه شغاله من غير فيلانز 1 بودكاست 2 ديفولت ان هي 1 طب ما كان احط الكوماند ده في الفي تي بي فكره تخيل فكرة برضه ايه ده؟ هي فكرة برضه صح هو تعالى بص هو الفي تي بيعمل منه فيرجن 1 فيرجن 2 بس اسكو عليها دي هي بتعمل فيرجن 3 جايز يكون ده تعديل في فيرجن 3 خلص هسألك يعني شوف الناس دي عملوها كده ممكن يكونوا عدلوه فعلا ايه الافكار الحلوه دي؟ يعني انتوا فظاع ايه ده؟ ايه ده فظاع؟ مش لا 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 لسه بدري يا عم طيب المهم حابب تروح حابب تروح روح انا قاعد اشرح هي يعني محدش يقول لك عايز اروح حابب تروح لسه انا لازم الحق المجموعه اللي شغاله امبارح لو حد حابب يروح اطلع لوحدك من هنا تقول واروح خلاص ده اكسبه ده كل واحد عايز محاضره وكده بالظبط يعني ما ينفعش تعمله على السوشيال والسوشيال لا والا هيبقوا الاتنين مش فاهمين اساس الجنانات
ماشي اتفضل. احنا قايمه بين 10 ونص و 5 اول كوماند خدناه في الاسبانينج تري اول كوماند خدناه في الاسبانينج تري انك ازاي تخلي السويتش رايز يا لو حد يقول اسبانينج تري فيلان فجت التشات دي ماينس مكتوبه في موجوده في الرابط اسبانينج تري فيلان اقول لك 1 4000 6 ليه ما كتبتش من 0 4095 دول المستخدمين بقول له فيلان يعني في علاقه ما بين اسبانيا هو الفيلان يعني اول جمله خدناها كان ليه مضمون وراح قايل له بلايوت صح حلو زيرو برضه بس هو الصح يعني مش لازم زيرو تحط نمبر اقل من 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7
مين اللي اخترع بقى الاي تريبل اي؟ سوري مين اللي اخترع هنا؟ اللي اخترع الاتش بي فيرجن 1 كان الاي تريبل اي. حد بالاماره سموه اي تريبل اي ايه؟ طيب مع حاجه وبعدين عملوا فيرجن ثاني ار اس تي بي اللي هو اس تي بي فيرجن 2 اللي هو رابيد سبيننج تري. مين احسن؟ الرابيد احسن. مين عشان اسرع ازاي؟ لو حصل تشينج بدل ما كنا ناخد من 30 الى 50 ثانيه ساعات ممكن ناخد من ثانيتين الى 15 ساعات. الموضوع يسرع بكتير من 20 ثانيه يعني ما بياخدش وقت طويل عشان يكون ده. المهم السبيننج تري والرابيد سبيننج تري كانوا بيعملوا ايه؟ الشبكه بالشكل ده. الشبكه بالشكل ده سويتش اسمه ايه؟ سويتش اسمه بي. خلاص على شغل سويتش اسمه سي. تحكي لكم ايه؟ بس كمان صح؟ عشان ده حرام. ايه وبي وسي؟ سلام عليكم. الله يسلمك. الله سلمنا عليه يا باشا. ايه وبي وسي؟ لو عندنا كان 30 فيلان اللي هيحصل؟ لو عندي 30 فيلان في الاخر الشبكه هيطلع لها رئيس. طب لو عندي 100 فيلان برضه هيطلع لها رئيس. طب لو عندي 14 فيلان برضه هو نفس الرئيس. هي في الاخر هو رئيس واحد روت سويتش لمين؟ للفيلانات كلها. لو عندي فيلان واحد لفيلان 30 هو رئيس للان كلها ل 30 فيلان. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي مش رئيس اللي مش رئيس هيختار بورت من البورتات بتاعته تشتغل. وبعدين هيبقى في كابل من الكابلات دي اللي هيقفل ده مثلا الكابل هيبقى بورت. طيب بص الكابل اللي قافل ده بلوك ده في وش مين؟ بلوك ده فور كل الفيلانات. يعني اي داتا فيلان 1 ما ينفعش تعدي هنا. طب وفيلان 2 مش هينفع برضه تعدي هنا. طب فيلان 3 مش هينفع برضه تعدي هنا. امال فيلان 1 و2 و3 و30 تعدي فين؟ على الكابل ده الكابل اللي شغال. طب وفيلان 1 و2 و3 و30 يعدوا على الكابل ده. المهم جت سيرس كواليتي بقى. كواليتي ده احنا عايزين نعدل الكلام ده ليه؟ قالت احنا شايفين ان الاسبانينج تري ده كده بيتقسم كومن سبانينج تري. يعني ايه كومن سبانينج تري؟ مهما كان عندك فيلانز يعني مهما كان عندك فيلانز هيطلع الشبكه ليها رئيس وبلوك دي بورت وكابلات شغاله. ايه اللي مزعل سيسكو في كده؟ اللي مزعلهم ان عشان ده كومن. كومن يعني ايه؟ كومن معناه ان كل الشبكه ليها وان كومن شيب وان كومن توبولوجي. هتلاقي كابلات شايله حلو كابلات مريحة تماما. يعني سيسكو عايز تعمل ايه بقى؟ سيسكو عايز تعمل لود ديستريبيوشن لود شيرنج. يعني يقول لك ايه ذنب ان الكابل ده يشيل ترافيك ل 30 فيلان وبرودكاست وفلوت ل 30 فيلان؟ ما هو ترانك شيل كل حاجه. يعني ترانك اللي ما بيسوق معلش اي فلوت او اي برودكاست كان بيطلع منين؟ بتطلع من الفيلان بتاعته واحط ترانك بالك. يعني الترانك ده يشيل كل حاجه والترانك ده يشيل كل حاجه والترانك ده يبقى قاعد مريح ما بينهم. ايه بقى فكره سيسكو؟ فكره سيسكو هتوخد الاس تي بي سبانك تي عادي حاطط التاتش بتاعها. قال لك احنا مش هنخليه كومن 3 بالشكل ده. هنخليه بير فيلان سبانينج تري بروتوكول.
بي في اس تي او مسمين بي في اس تي بلس يعني اللي هو ايه بافل. وهناخد الرابد ونسميه رابد بي في اس تي رابد بير في لان سبانينج تري. يعني خدوا فيرجن 1 وخلوه اسمه بير في لان وخدوا فيرجن 2 وخلوه بير في لان. تعالى نشوف مع بعض يعني سيسكو عملته ايه. بس التو فيرجنز الجداد دول من سيسكو اونلي. يعني دلوقتي احنا عندنا كام فيرجن قدام على البورد؟ اربعه فيرجن، اثنين فيرجن ستاندرد واثنين فيرجن سيسكو. سيسكو ميزتها ان هي بتتعامل بكل الفيرجنز، هتعرف تشتغل بيها انت اي حاجه انت عايزها. بس زياده عندك فيرجنز بقى نون سيسكو ما عندوش غير مين؟ اس تي بي واس بي في وار اس بي دوت 1 دي ودوت 1 دبليو. هم سيسكو بقى ايه التاتش اللي اضافتها؟ يعني ايه الاضافه اللي اضافتها؟ بص معايا سيسكو قال انت تقدر تعمل الحركه دي، تروح جاي على سويتش ايه وتروح قايله كده جاي انت ريس لجيرانات من 1 ل 10 بس. تعالى بص الاستفاده ازاي هننفذ الكير جيران سبانينج تري وهنستفاد ايه. طيب بص دلوقتي انت عندك ايه واثق كمان على مين؟ واثق كمان على مين؟ على سي صح؟ ايه الكابات اللي تشتغل وايه الكابات اللي تقفل لو ده ريس؟ طب لو ده ريس الكابل ده لازم شغال هو الوصل على ريس، والكابل ده كمان شغال، والكابل في النص ده ستاند باي والا تحصل له. يعني معلش جيران 1 عشان تنقل داتا من دي سي جيران 1 عايز يجيني جيران 1 هيمشي ازاي؟ لو بي عايز يوصل لسي جيران 1 هنا يمشي كمبيوتر هنا كمبيوتر هنا جيران 1 هيمشي كده. طب وجيران 2 كده، طب جيران 3 يمشي كده. طب ليه ما يمشيش كده على طول؟ الكابل ضد ما بينهم هم بعض عشان خاطر ما يستفدش منه. احنا عندنا 30 جيران يتقال على الخدعه. بقيه الخدعه ايه بقى؟ انك تروح جاي بص معلش كده الكابل ده شايل جيرانات كام لكام؟ 1 ل 10 وده شايل جيرانات كام؟ 1 ل 10. تيجي تعمل ايه بقى؟ تروح جاي بالكونفجريشن على سويتش بي فكرة عبقرية. تيجي على سويتش بي تروح قايل سويتش بي يا بي انت ريس الجيرانات من 11 ل 20. ازاي بتعملها دي؟ بص بص شايف الكورن اللي فوق ده؟ بدل تكتب من 1 ل 4094 تكتب من 11 ل 20. لو جيت على سويتش بي وكتبت له الكوماند ده كتبت له 11 داش 20 برايورتي 0 هيبقى هو الريس. بس ريس شويه شويه مين؟ الجيرانات الثانيه. بيسموه مبدا تداول السلطه، ان انت ريس لمجموعه انا هبقى ريس لمجموعه داتا ثانيه. يعني الداتا بتاعت جيران 11 20 انا ريس بتاعها. معلش الريس معناها ايه؟ ان الكابل ده مش هيقفل والكابل ده مش هيقفل، مفيش ريس عنده كابل بيقفل. يعني معلش عشان ايه؟ يوصل لسي. عشان ايه يوصل لسي؟ مش هيوصل مش الطريق ده، الطريق ده مقفول. ايه؟ عشان يوصل لسي هيمشي كده. سي عشان يوصل لايه؟ كده ده امتى؟ لو كان هنا في بي سي تبع جيران 11 كان هنا في بي سي تبع جيران 11 تاني كده. يعني معلش لو في بي سي لو في بي سي هنا في جيران هنا في جيران 10 وهنا في سي جيران 10 هيمشي ازاي؟ على طول كده عايزين كده بعض نمشي كده. طب لو جيران 11 بص هنا 11 وهنا 11 لا يمشي من سكه ثانيه. معلش حاسس اللي بيحصل ايه؟ ان ترافيك من نوع تاني هتمشي على الكابل ده. سوري ترافيك من نوع تاني كانت هتمشي على الكابل ده اللي هي من 1 ل 11 بس. والكابل ده في المقابل مريح لجيرانات ثانيه. تاني هو المبدا ايه؟ عايز يوزع الحمل على كل الكابلات. ليه الكابل يبقى مريح خالص والباقيين شايلين كل الحمل؟ انا عارف ان هو ستاند باي، قال لك طب مش هو خليه ستاند باي، بس خليه ستاند باي ويشيل برضه شويه شغل. طب ازاي يشيل شغل وما يحصلش لوب؟ اهي الفكره ان من 1 ل 10 مفيش كلوز سيركت. من 11 ل 20 بص من 11 ل 20 شغالين فين؟ من جيران 11 لجيران 20 شغالين هنا، ومن جيران 11 وجيران 20 شغالين هنا ومش شغالين كده. كده استفدنا ايه؟ الكابل ده شغال شويه ومريح شويه، لسه بقيت الخدعه. ليه؟ عندنا لسه سويتش تالت. هنيجي على السويتش التالت ونروح نعمل له ايه؟ اللي هو سي. ال 21 نقول له انت ريس صح؟ لجيران من 21 ل 30 نعملها ازاي؟ نخش على سي نروح له جيران سبيننج تري سبيننج تري جيران 20 داش 21 داش 30 بريورتي 0 بقى هو الريس لجيران التالت خالص. ساعتها ايه الكابلات اللي شغاله؟ اكيد الكابل ده شغال اكيد واكيد الكابل ده شغال. يعني اكيد عشان خاطر ايه يوصل لبي هيعدي ازاي؟ هيلف لفريق تاني. الداتا بتاعت جيران 21 انت حاملها هنا لغايه 30 وهنا. معلش تعالى نجمعهم كده مع بعض. نجمعهم فين؟ على الرسمه الاصليه الاولانيه دي. نجمعهم ازاي؟ لو جينا جمعنا الكابلات اللي ما بين دي وما بين دي وما بين سي هتلاقي ولا سويتش بلوك ده اوردر تايم ولا كابل اسف بلوك ده اوردر تايم. بص الكابل كان مراضي بلوك كان شغال مرتين. تاني بص
اللي كان المره دي مش شغال مش عارف شو شغال في حالتين تانيين. طيب والكابل اللي كان هنا مش شغال شغال في حالتين تانيين، والكابل اللي هنا مش شغال شغال في حالتين تانيين، يعني معلش كده كده الرسمه كده. يا ترى في لان من حضر من 1 ل 10 تقدر تمشي فين؟ وهنا. طب وكان من 21 ل سوري من 11 ل 20 تقدر تمشي ازاي باللون الاحمر؟ وفي لان من 21 ل 30 تقدر تمشي ازاي كده؟ عايش ركز معايا كده. كل كابل شغال مرتين، كل كابل شغال مرتين ورايح مره، رايح مره دي مفيش لوب، وشغال مرتين يعني مش شايل الحمل كله. تاني الكومن سبيننج تري كان عيبه ايه؟ الكومن سبيننج تري كان بيخلي كابل يشيل كل الليل وكابل يشيل كل الليل وكابل يريح تماما. سيسكو فكرت في ايه؟ قال لي والله احنا ليه نخلي الكابل يريح؟ هو الكابل هيتعب ما يشيل شويه. فخلوا ايه؟ الكابل ده يبقى شايل بدل 30 جرام البرودكاست والفورد بتوع 20 جرام بس. وده شايل البرودكاست بتوع 20 جرام تاني، وده شايل البرودكاست بتاع 20 جرام تاني، بحيث هم 30 جرام يقدروا يوصلوا لبعض، يعني مفيش حد ما عندوش كروس ما عندوش دايره توصل، بس مش كروس لوب، يعني مفيش لوب بس في باث، في باث من اي جيران لاي جيران. يعني بص جيران 1 مسارها كده، جيران 20 جيران 20 مسارها كده، جيران 30 مسارها كده، يعني كل جيران ليها سكه توصل بيها بس في نفس الوقت ما لهاش كروس لوب. طيب ولو كابل اتقطع، لو كابل اتقطع ايه اللي هيحصل؟ عادي بص الكابل ده لو اتقطع اللي باللون الاخضر بالظبط هيروح حمل، واللي باللون الاحمر الحمل بتاع اللون الاحمر هيروح حمل، يعني هيرجعوا يشتغلوا ازاي؟ زي العادي. يعني لو كابل اتقطع هيبقوا يشتغلوا زي العادي، وانت المفروض ما بتفرضش الحاله سيئه، المفروض لما كان كل كابلات شغاله الحمل بيتوزع. بس برضه في ميزه، لو كابل اتقطع لسه الريدندنسي موجود، الكابل ده لو اتقطع الحمل اللي كان شايله ده هيشيله لمكانه، والحمل ده هيشيله هيرجع تاني يشيله الشلاله كلها لغايه لما الكابل يتصلح. شو في الاخر لو الكابل ده اصلا ما كانش موجود كان ده هيشيل الليله ده هيشيل الليله. احنا عايزين بقى لو الثلاث كابلات موجودين كل واحد يشيل شويه، لو واحد من زمايلي غاب الباقيين هيشيلوه لغايه لما يرجع تاني. الميزه في حاجه زي دي لود ديستريبيوشن، ايه عندك دلوقتي ثلاثه بلوك بورد، بس الثلاثه بلوك بورد مش اوبن جاي، مره بلوك بورد الفيلانات وبتعدي فيلانات ثانيه، ايوه، ومره بلوك بورد الفيلانات بس بتعدي فيلانات ثانيه، ومره بلوك بورد الفيلانات بتعدي فيلانات ثانيه. اسمها ايه؟ فيلير فيلان سبيننج تري. رابيد بين فيلان سبيننج تري. أني أحسن نوع فيهم كلهم؟ أني أحسن نوع فيهم كلهم؟ تفتكر أني أحسن نوع فيهم كلهم؟ الأخراني أكيد. إزاي بقى تكونفيجر النوع الأخراني؟ إيه؟ سبانينج تري مود رابيد بي في اس تي. عايز بس أقول لك على حاجة بسيطة. بص إحنا كل يوم هتلاقي في حد لازم تعبان وعايز يروح بدري. وأنا أقولكم، أنا أوقات كتير ببقى ميت وتعبان وعايز أروح بدري. لو كل مره حد تعبان وعايز يروح بدري هنقفل المحاضره مش هنشتغل، هنفضل زي ما احنا مصريين مش عايزين نشتغل مش عايزين نعمل. وعشان كده معلش لازم هنمشيها قاعده. ليه قاعده؟ انا النقاطي بتاع المحاضره، حلو الكلام، انا الحكم اللي بضرب صفاره النهايه، اللي بيتعب ومش قادر بيطلع بره الملعب عادي يتعارك بره يستريح بره، ولكن انا في الاخر اللي هقول امتى المحاضره هتخلص. ليه؟ انا والله العظيم في اوقات بس مش كل بتاعك ما حصلش الحمد لله، والله كانت حرارتي تبقى 40 وعندي حمى وشوف صوري على الجروب وببقى مش قادر وباجي المحاضره وافضل واقف لغايه ما المحاضره تخلص، وبتضايق من ايه؟ عارف ايه اللي بيضايقني؟ الناس يقول لك عايزين نروح يا باشمهندس عشان ترتاح. يعني عشان ارتاح يا عم، انا جاي انا عايز ارتاح ما كنتش جيت المحاضره اصلا، بس هي القصه خلصت التزام. طب معلش احنا وصلنا ثلاث محاضرات التزم فيهم بايه؟ ان احنا بنقعد مع بعض نخلص الثلاث محاضرات دول. ما هو الكوماند اللي فوق ده بس يعني عشان الار اس تي بي موضوع بس القايم ما ينفعش كده.